مساء الفل والخير والسعادة وكل الحب لحضراتكم. وحلقة جديدة مش تعرفوش يكذبوا. مساء الخير على إيمان، مساء الخير على مها، مساء الفل عليكم يا أمارات. مساء الفل يا حلوين، يومكم هادي ونادي، وكل حبايبنا اللي بيشوفونا في حلقتنا النهاردة يومكم هادي ونادي. حلقة جديدة، يوم جديد، فرصة جديدة وأمل جديد في الحياة. مساء الفل طبعا، وحلقة جديدة النهاردة والستات ما يعرفوش يكذبوا، وعندنا يعني حاجات جديدة وحاجات جميلة ومعمونة القيادة النهاردة. مفاجآت، في مفاجآت حلوة. خلونا نبدأ طبعا الأول معاكم بخبر أسعدنا كلنا، وهو تتويج منتخب المغرب بالمركز الرابع في كأس العالم. أسود الأطلس دخلوا تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه بعد ما حصدوا المركز الرابع لأول مرة في تاريخ الكرة العربية والإفريقية. وخسر منتخب المغرب قبل كده طبعا أمام كرواتيا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح السبت. والحقيقة طبعا شهدت المباراة أداء رجولي رائع من أسود الأطلس وسط ظروف صعبة جدا يا إيمان، وكان في غياب لعناصر مهمة كمان اتصابت ونزلتش الملعب. عكوسات معلش، بس في الاخر النتائج كانت مبهرة، وده طبعا بالإضافة انه في عدد من اللاعبين المباراة يعني عدوا المباراة وكملوا وهم مصابين، وده إصرار وإرادة قوية جدا الحقيقة. ما شاء الله فريق المغرب بيبهرنا، والمنطقة اللي هو وصل ليها دي الحقيقة هي أنا مش متفاجأة لأن هي عوايدهم، بس هم اشتغلوا جدا جدا وتعبوا جدا جدا، وألف مبروك وبالتوفيق في اللي جاي إن شاء الله. طبعا احنا النهارده بعد شويه هيبقى في نهائي بين فرنسا والارجنتين. الاول طبعا بنبارك لجمهور المغرب وبنقول لهم ان انتوا شرفتونا كعرب واديتوا اداء يعني غير عادي. مستنيين بقى كاس العالم، ده كان بيقولوا عليه على طول كاس المفاجآت، فمش عارفه بقى توقعاتكم ايه. يا ريت تبعتوا لنا على الصفحه النهارده الارجنتين وفرنسا، امبابي وميسي. طبعا عايزين نقول ان احنا من المفاجآت اللي عاملينها النهارده نقيضات في الرياضه، يعني ستات بيعرفوا ينتقدوا ويشجعوا ويحكموا في كل حاجه ليهم في كل المجالات. فالنهارده في تحليل ورؤيه نسائيه لمباراه نهائي كاس العالم للكره بعيون نسائيه. معنا ضيوف اسراء شاكر ونجوى مصطفى وريهام بكير وريهام حمدي، ما بين محكمات واعلاميات في الرياضه وناس يعني لا جامدين. نقيضات رياضيه بتتفرج على الماتشات يا بنات؟ ان شاء الله. انا ما بتتفرجي على الماتشات؟ بتحب الكورة؟ جدا حلو قوي. انا بحب الكورة بس ما عنديش حد يشجعنا اتفرج، يعني بقعد يعني اقرا. طب هتشوفي ماتش فرنسا والارجنتين؟ هحاول عشان خاطر لا لازم، احنا النهارده لازم نشوف، لان ناس كتيرة قوي متوقعة الارجنتين، فيا ريت انتوا تقولوا لنا توقعاتكم. انت متوقعة ايه يا مها؟ انا عايزة ايه ولا متوقعة ايه؟ الاثنين. انا متوقعة 2-1 للارجنتين. عارفة لو طلعت 2-1 الأرجنتين؟ بس يعني في أنا في مفاجأة؟ وأنت يا إيمان المتوقعة؟ أنا متوقعة الأرجنتين 1-0. متوقعة لصالح الأرجنتين. أو التعادل. معرفش. منى بقى عشان لسه راجعة من منى. أنت متوقعة إيه منى؟ هتشجع؟ معرفش، ما أقدرش أتكلم حاجة. ما بتحبيش تتوقعي؟ لا ما أحبش. أنت ضحكتيني. أنا ما بفهمش في الكورة يا جماعة، صايمة أهي، أنا ما بفهمش كورة، يعني ما أعرفش البينالتي من الأوف سايد، أنا ما أعرفش يعني إيه أساساً، فأنا حبيت أشارك مع أصحابي ويلا هننزل كلنا نروح نتفرج على الماتش، يلا بينا، قلت تجربة جديدة، والواحد يتعلم برضه. برافو. فأنا قلت إيه؟ فبيقول أوف سايد، قلت له إيه ده؟ يعني جون؟ قالوا لي ممكن تسكتي خالص لحد آخر الماتش، بلاش تعليق، يعني اتفرجي وأنتِ ساكتة. عشان كده على فكره احنا نتناول الموضوع ده بشكل دمه خفيف. الستات بيقولوا ايه؟ في ما بيشوفوش خالص تقعد تعمل الفشار لجوزها عشان يقعد يتفرج على الماتش لانه غاوي، وفي ازواج على فكره مش غاويين كوره خالص، بس عايزه يعني مش شرط يكون راجل، بالعكس بقينا نشوف بنات بتسافر مخصوص عشان طبعًا تشارك في كاس العالم. طبعا انا بصراحه بحب الكوره جدا، واللي خلاني اتفرج قوي على الكوره ابني الكبير مجنون كوره. شفتي بقولك لازم حد يحفزك. مجنون كوره، بس يعني معرفش كاس ياسين. العالم ياسين ياسين وحمزه الاثنين بيحبوا الكوره قوي، بس ياسين كمان لعيب كوره جامد جدا ما شاء الله ما شاء الله. فبعرفش، بحس ان الموضوع كاس العالم حتى لو ملناش في الكوره موضوع مختلف. الجو العام بيبقى مختلف، وان انت بتنتمي بقى الفريق او بتشجعي فريق وعايزاه يكسب، يعني زي ما بتحسي كده كانها خروجه اكسبيرينس كده بتدي. لا هي خروجه هي خروجه، وبقت لطيفه الناس بيخرجوا في الكافيهات ويتفرجوا بره. صح. عمار يا مصر دايما مبروك مبروك للمغرب والعالم العربي كله، الف الف مبروك، وبنحبكم بالزاف ولا برشا.
غششوني حاجه بالزاف. نقول لهم ايه؟ بالزاف. طب دلوقتي زي ما عودناكم كل فتره بنسلط الضوء على نموذج مصري ناجح من دول العالم في اوقات قصيره جدا جدا حقق نجاح كبير. ضيفتنا الدكتوره المصريه دانيا مصطفى المقيمه في كندا، الاستشاري النفسي ورئيس الاكاديميه الكنديه لتطوير الذات، قدرت انها تتفوق على جميع الستات اللي حواليها وحققت لقب اكثر امراه ملهمه في كندا، وفازت بالميداليه البلاتينيه للملكه اليزابيث الثانيه عن مقاطعه البرتا، وده ارفع وسام ملكي وتاخده مين؟ واحده مصريه مشرفه جدا جدا. خلونا نروح معاها على سكايب. دكتوره داليا من كندا، مساء الخير يا دكتور داليا. مساء النور، اهلا بيكم ايمان ومها منى، اهلا بيكم بالبرنامج الجميل وبالساده المشاهدين الكرام. اهلا بيكي ومنورانا واحنا مسهرينك. الوقت عندك دلوقتي كام؟ الساعه عندي دلوقتي 5:30 الفجر. بنشكرك. المشكله ده الحراره ناقص 35. يا حبيبتي يا حبيبتي بنشكرك طبعا ان مسهرينك وتعبينك يعني، بس انت حاجه مشرفه ومعاكي مها. دكتوره داليا بنرحب بيكي ومبسوطين طبعا ان انت معانا النهارده، وبنشكرك مره ثانيه لان احنا مسهرينك. حضرتك عملتي انجاز كبير، اول امراه عربيه بتحصل على الميداليه البلاتينيه للملكه اليزابيث الثانيه. ممكن تكلمينا على الإنجاز ده أو عن تفاصيل التكريم؟ أجمل حاجة في مشوار عملي الإنساني إن هو بدأ من وأنا صغيرة جدا، يعني من وأنا 9 سنين في المدرسة. كنت في مدرسة نوتردام دو سيون في اسكندرية. أيوه. فبدأت مشوار بدري جدا، والمشوار بتاعي كان دايما شمولي للكبار، للصغيرين، المسلمين، المسيحيين، الأجانب، العرب، المصريين، كل حد. ايوه. فده كان حاجه دايما بتميزني. كنت بشتغل مع النساء اللي هم ضحايا العنف، اللي بيتعرضوا للعنف او التعنيف، سواء التعنيف العاطفي او الجسدي او الايذاء اللفظي. كنت بشتغل مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، سواء اللي عندهم توحد او اضطراب فرط الحركه، وكمان بشتغل مع السيدات او الرجال او الاولاد اللي عندهم اكتئاب، توتر او قلق. أيوة. وبرضه جزء كبير من مجالي هو اصلاح العلاقات الزوجيه وترميمها، المشاكل ده احنا هنعوزك كتير هنحتاجك كتير في الحكايه دي. فدايما في فتره الكوفيد بالذات اخر 3 سنين لقينا ان النسبه زادت جدا among teenagers، المراهقين، نسبه الانتحار زادت ل 70%. فقلبت العياده عندي ان انا كنت شغاله 24 ساعه لان المستشفى كانت اتفول كاباسيتي، ما كانش في اي امكانيات في المستشفى. يعني اي حاجه كنت اي حاله ببعتها المستشفى كانت بترجعها لي، لان ما فيش دكاتره ولا في سراير. فاضطريت ان انا افكر بره الصندوق وان انا اعيد تنظيم حياتي، لان انا عيادتي والتريننج سنتر بتوعي في البيت، بحيث ان انا اقدر ان انا استوعب حالات الاولاد المراهقين، ويبقى تليفوني مفتوح على طول، اقدر ان انا اعمل لهم اسعافات اوليه طبعا. لما خاصه يجي لهم الارج او الالحاح الى الانتحار. ما هي دي مشكله انا عايزه اكلم حضرتك فيها يا دكتوره داليا. اولا يعني بكرر التحيه ليكي واشكرك على وجودك معانا، واسمحي لي يا دكتوره داليا عشان اكون موضوعيه، يعني حضرتك والناس اللي مشرفينا بره مصر بشوف ان هم سفراء فوق العاده، سفراء ثقافه، فن، علم، ادب، كل المجالات الحقيقه مشرفينا ورافعين اسم مصر، فهم سفراء فوق العاده. وحضرتك طبعا تخرجتي في كليه الهندسه، انا عارفه ان هي ملهاش علاقه باللي حضرتك بتعمليه دلوقتي، بس ده كان شغف وحضرتك لمعتي فيه جدا زي ما سمعنا منك. وطبعا يمكن عشان خط برنامج الستات ما عرفوش يكذبوا، دايما لازم نشاور على النماذج، وخصوصا السيدات والبنات اللي مشرفينا بره مصر، هم موجودين معانا والحقيقه يعني رافعين راسنا حقيقي. لكن انا عايزه اعرف من حضرتك النقطه دي تحديدا، حالات الانتحار، حالات الاكتئاب، الخلافات الزوجية عندنا هنا في مصر، أكيد أنه في خلافات زوجية وأكيد في مشاكل أسرية بنتكلم عنها يمكن كل يوم في محاولة أن احنا نقرب وجهات النظر ونضيق الفجوات أو سوء الفهم. هل نفس طبيعة المشكلات موجودة عند حضرتك في كندا من خلال مشاهداتك، ولا بتاخد شكل مختلف، أو الدنيا بامبي ومفيش مشاكل؟ بتاخد شكل مختلف. إزاي؟ والسبب أنها بتاخد شكل مختلف ان الست اللي متغربه هنا متغربه لوحدها، بتروح تولد لوحدها، مامتها، اخواتها، بنات خالتها، بنات عمتها مش معاها. لما بتتعرض لاي مشكله مع زوجها، يعني انا ساعات بتجيلي مكالمه مثلا
الساعه 1 بالليل، دكتوره داليا الحقي حدث المكوى عليا، دكتوره داليا حاول يخنقني. فطبعا كمان في حاجات عندنا في القانون الكندي دي خط احمر، ان حد يلمس حد او ان حد يخنق حد او حد يحط ايده على رقبه حد اكتر من 30 ثانيه، الحاجات دي كارثيه. وطبعا للاسف الشديد لما بيكون في لغه التواصل والحوار ما بين الزوج والزوجه ضعيفه، او الزوجه طلعت من مصر او من وطنها العربي واهلها فهموها في اول الجواز انت بنوته وجميله ولازم تستحملي وتسكتي وعشان حياتك تمشي، فاللي بيحصل ان الزوجه بتفضل كاتمه كاتمه كاتمه، ما بتقولش اي حاجه لزوجها، ما بتوصلوش ده بيضايقني ده بيسعدني، فما بيعرفش ايه اللي بيسعدها وايه اللي بيضايقها، هي ما بتعرفش تعبر عن تراكمات، ما بتعرفش تعبر عن نفسها. عايزين نعرف في نفس السياق بسالك، يعني دكتور داليا عملتي ايه؟ يعني الستات بياخدوا كورسات اونلاين ولا بيعملوا ايه عشان يعني تعرفيهم ازاي يحموا نفسهم من الايذاء الجسدي واللفظي والعاطفي؟ الايذاء الجسدي والنفسي والعقلي، انا عامله حمله اسمها حمله لا للعنف. احنا شهر نوفمبر دايما بيبقى هو الشهر اللي احنا بنحارب فيه، في ال 30 يوم دول بنحارب فيه العنف المنزلي. فلو حضرتك يعني شفتي انا بعمل برنامج اسمه نسعى ونبني، ده برنامج فيديو على قناه اليوتيوب، بحاول ان انا افهم الستات فيه حقوقهم ايه. بعمل كافيه برضو في كالجري هنا عندنا، كافيه اونلاين، محاضرات مجانيه على زوم، وبعمل محاضرات في مجانية كمان يعني غير هادفة للربح، وفي الجامعات، بحيث ان انا ازيد الوعي والادراك ايه حقوق المرأة، ايه المسموح للراجل يعمله ايه المش مسموح يعمله، وازاي هي تقدر تعبر عن شخصيتها ويكون ليها هوية مستقلة. وحاجة مهمة هنا جدا ان الست لازم تحب نفسها وتكون بتقدر ذاتها، لان في ستات كتيرة نتيجة للعنف المنزلي والعنف الاسري بطلوا اتمسحت عندهم السلف وورث اللي هي تقديرهم لذاتهم. صحيح صحيح. طيب دكتوره داليا، حضرتك قلتي نقطه مهمه جدا، السلف وورث او تقديرهم لذاتهم. احنا هنا كمان على طول بنلاقي المشاكل دي موجوده، سيدات كتيره جدا ورجال طبعا بيبقوا بيدوروا يقول لك ان انا ابقى عندي سلف وورث او اقدر نفسي او اعرف احب نفسي. حضرتك بتعملي ده ازاي؟ يعني ازاي من المشاكل اللي حضرتك بتشوفيها او اكتر المشاكل اللي حضرتك بتشوفيها عندك في العياده بتبتدي بقى معاهم ازاي كستبس يعني او خطوات؟ الانسان حياته من غير انجاز بتبقى صعبه جدا، بيبقى صعب ان هو يتقبل نفسه من غير انجاز. فاهم حاجه مرحله ببدا بيها ان انا برجع لمرحله الطفوله واشوف معاهم ايه الانجازات اللي هم عملوها. يعني انا في ستات اكشلي بيتعرضوا للضرب وبيقولوا لي انا جوزي بيضربني بس ما بحسش، او جوزي بيضربني بس ما بيفرقش معايا. ده لان هو مسح الجزء بتاع الذات تماما. فلازم عشان ارجع ابدا معاها انها تسترجع ذاتها، ابدا افكرها بالطفوله بتاعتها، الحاجات البسيطه اللي حققتها، سواء بطولات مدرسيه، صداقه كونتها مع صديقه ليها، مسابقه نجحت فيها، امتحان نجحت فيه، كل الحاجات من خلال حاجه بنسميها التايم لاين ثيرابي. قبل الجواز حياتها كانت عامله ازاي، وبعدين بعد معرفتها بهذا الشخص وبعد 5 سنين جواز 10 سنين جواز هي بقت عامله ازاي، وتقديرها لنفسها وتقديرها لذاتها بقى عامل ازاي. هي طبعا محاوله جميله جدا من حضرتك لتعزيز ثقتها في نفسها اولا، لانه هو ده القاعده اللي هي هتبتدي تتعامل على اساسها بعد كده، فتعدل مسار حياتها ان كان فيها مشكله. وانا شايفه من خلال المشاكل اللي حضرتك طرحتيها انه الغربه خلت انه المشاكل الاسريه ليها نوعيه او ليها طابع مختلف، فيها شكل من اشكال العنف اكتر بكتير من اللي احنا ممكن نكون بنتكلم عنها هنا. ويمكن الدوله خصصت هنا 16 يوم، حمله ال 16 يوم لمناهضه العنف ضد المراه في إطار حملة العالم كله طبعا، ومجلس قومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي طبعا يعني ماشية بالتنسيق طبعا مع ده، مع كل طاقم المجلس القومي للمرأة. أنا عايزة بقى باعتبار حضرتك سيدة مصرية متزوجة وعندك طفل، وأساسا كانت شهادتك الأصلية الهندسة، غيرتي الكارير وبتعملي شغلك وبتاخدي بالك من بيتك وما شاء الله ابنك ما شاء الله، فأكيد أنه في رسالة لكل ستة أو لكل بنت بتقولك أو أنا مش هعرف أوفق ما بين البيت والشغل وجوزي وابني والطلبات ومذاكرتي والكلام ده كله. إيه المعادلة اللي حضرتك بتشوفي ممكن تحقق ده؟ أنا مين اللي معايا دلوقتي الأول؟ أنا إيمان. إيمان أهلا بيك يا إيمان. بس إيمان أنا هبدأ معاكي أكشلي بمرحلة صعبة أكتر، فيها تحدي أكتر، تمام؟ أنا وأنا 12 سنة جالي روماتويد،
روماتويد مرض يعتبر مرض كرونيك يعني مرض صعب. كبير طبعا. وانا 16 سنه عملت عمليه في الحوض، دي عمليه كبيره جدا طبعا. الدكتوره بتاعتي بتاعت الروماتويد نصحتني، قالت لي يوم ما تيجي تفكري في جواز لازم تفكري في انسان هيقدر يساعدك، انسان هيقدر يتقبلك زي ما انت، هتكوني حلوه في عينيه، هتكوني كامله في عينيه، مش هيكون فيكي اي حاجه ناقصه، وهيكون فعلا بيحبك ومستعد ان هو يواجه معاكي المشوار اينما كان. صحيح، نصيحه جميله. في الاول وفي الاخر هي في الاول وفي الاخر هي ارزاق تمام. والدتي كانت مريضه، وده السبب ان انا حولت من الهندسه الى السايكولوجي، ان انا كنت عايزه اقعد في البيت واراعي والدتي بنفسي. انا بنت وحيده لبابي ومامي الله يرحمهم، هم حقيقي يعني عملوا مجهود رائع ان انا النهارده ابقى اخلص الباشلر بتاعي والماجستير والدكتوراه، وان انا ابقى متجوزه ومخلفه، فهم عملوا مشوار في رحلتي الصحيه جميل جدا، فكان شيء طبيعي ان هم لما يتعبوا ان انا اشيلهم في عينيا. ولقيتي الدعم الحمد لله من الزوج، ربنا يخليه لك، دعمك بشكل كبير يعني، قدرا ان انت عملتي تحويل للكارير بتاعك وهو ساعدك. فلما عملت تحويل للكارير بعد ما قابلت احمد، مش قبل ما قابلت احمد. بس اتذكر جمله هقولها لحضرتك مهمه جدا، اي زوجه تقدر تستشف منها حاجه مهمه. يا ريت قولي. انا فاكره اول ما قلت لاحمد، قلت له انا عايزه احول من هندسه لعلم النفس، فقال لي حبيبتي بس انت مهندسه. قلت له بس الهندسه ما بتعرفنيش انا اقدر اكون اي حاجه انا عايزاها، لان كان عندي الخبره اوريدي في الارشاد الاكاديمي والارشاد في مجال الصناعه في الهندسه. بعدين بعديها بخمس سنين كنا بنتعشى بره، فبقول له صحيح يوم ما قلت لك، انت قلت لي جو اهاد واعملي اللي انت عايزاه، ويعني pursue your dreams وcatch your dreams وكده. فقال لي انا لقيت عينيكي بتلمع من الفرحه، فليه احرمك انك تكوني فرحانه طالما دي حاجه هتسعدك. الله بنحييه والله. لسه كنتي بتتكلمي على الطفوله، ويعني في واحد بياخد واحده شمعه منوره وبتطفي يعني، لكن هو ما يساعدك على النجاح اكيد بتتالقي. مظبوط. فانا حقيقي بدين بالعرفان له، لانه فعلا زوج اولا بيحترم حقوق المراه ان جنرال. والدته ست فاضله جدا، الام اللي ربته فعلا ام ربته تربيه عظيمه، ان هو يكون رجل يحترم جميع النساء، سواء مراته، سواء بنته، احنا ما عندناش بنات، عندنا رمزي بس، سواء مامته، سواء الست الزميله اللي في العمل. فالتربيه هنا مهمه جدا جدا جدا. أيوة. ودعم الزوج لزوجته. والفاكت الثانيه، الناس كلها دايما بتسالني طب دكتوره داليا انت بتجيبي وقت منين؟ بجيب وقت منين؟ لان الحمد لله ما عنديش خلافات زوجيه. ده لوحده مهم جدا ودافع مهم. عايزين قبل ما الوقت يخلص يا دكتور دانيا نعرف منك بس دلوقتي مشروع تكريم 100 امراه عربيه متميزه في شمال امريكا للمره الثانيه، ايه فكره المشروع سريعا كده، وازاي جات لك الفكره؟ فكره المشروع احنا عملناه في سنه 2019، وكانت ضيفه الشرف الدكتوره مشيره خطاب والشيفه هند القاسمي نورونا، وكانت وزيره المراه الكنديه موجوده، وزير الهجرة الكندي كان موجود، وعمدة كالجري كان موجود. وكرمنا في أول مرة 50 امرأة وفتاة. أصغر بنوتة كانت 7 سنين، كانت فوتبول كيبر مصرية. أوكي. وأكبر واحدة كانت ممرضة عندها 70 سنة، ما شاء وبرضو الله. كانت مصرية. ما شاء الله. كانوا من مختلف الجنسيات. الهدف من الجائزة كان تصليح الصورة المغلوطة عن المرأة العربية، وأن المرأة العربية دي قادرة أنها تكون قاضية، تكون بوليس اوفيسر، تكون طبيبة، تكون عالمة، تكون باحثة، تكون فنانة، تكون إعلامية، تكون صحفية. صحيح. كان في معانا واحدة في برنامج التوب شيف الكندي كمان، وكان في ناس من ذوي الإعاقة كمان. الله. وكان في ناس كسرت القوالب كمان، وما كانتش يعني، كان في معانا واحدة ما كانش يعني ظروفها الصحية ما كانتش تسمح انها يبقى عندها اولاد، فكانت نموذج جميل انها تبنت طفل وطفله تمام علشان تحقق رغبتها هي وجوزها. لا طبعا دكتور داليا الشافعي مصطفى بنحييكي، وانا اسفه للوقت مضغوط معايا شويه، لكن عندنا اسئله كتير ونفسنا نجيب كاميرا بقى نحضر التكريم النساء العالم ده في امريكا ان شاء الله، نكون سعداء بيهم. الله. من المصريات مشرفينا في كل حته، وبالذات اهل اسكندريه. داليا من اسكندريه بنحييكي، نشكرك جدا جدا على سكايب الجميل ده، وبالتوفيق والنجاح دايما ان شاء الله. حاجة مشرفة الحقيقة يعني. سفراء، هم سفراء، هم بيوروا العالم كله يعني ايه ست مصرية، يعني ايه بنت مصرية، انها تقدر، عندها اصرار، عندها ارادة، عندها حضارة، وعندها فكر.
حلو كمان ان احنا اللي انا بيعجبني قوي لما الناس بتعمل كارير شيفت، يعني هي كانت في مجال الهندسه وراحت للسايكولوجي وراحت لكسر القوالب زي ما قالت، وبالتالي ده حصل لها زي ما هي قالت بسبب ظروف مرض والدتها، لكن شوفي قد ايه رغم ان هو جزفه كبيره لمنحه حقيقيه، يعني طبعا جزفه كبيره وتعلمت حاجه جديده تعلم الناس، وبالذات ان موضوع السايكولوجي او تنميه الذات او كتير قوي بقينا بنسمع عن الجوبز دي او الشغل ده، بس ان حد يلمع كده في مكان زي كندا او في مجتمع غربي فخر بصراحه، ليه مختلفه ومشاكل مختلفه، خلي بالك زي ما هي طبعًا. ايوه بس كمان قالت ان الدعم من الزوج، فبنحييه الف تحيه لكل زوج وراء كل عظيمه رجل اعظم منها. صحيح. خلينا نقول بقى مع نهايه السنه كده الناس بتبدا تعمل مراجعات لنفسها، وكل واحد بيبتدي يبص اتعلم ايه من السنه دي، استفاد منها ايه، واحنا لقينا ان حاجه من الحاجات المهمه اللي لازم نتعلمها هي الاحساس بالسعاده. السعاده زي ما بيتقال كده بتبقى قرار من جواك انت اللي بتتحكم في نفسك، انت اللي بتخليها سعيده ومبسوطه بقدر الامكان على قد ما تقدر طول الوقت، او العكس ممكن تقوم الصبح انا محبط اليوم ده شكله مش مظبوط، اصل شفت قطه سودا معديه، اصل مش عارفه ايه، تبقى كئيب وتنقل الكآبه للي حواليك. لا، السعاده قرار زي ما قال الخبراء علم النفس. كمان قالوا ان حوالي 40% من اسباب الشعور بالسعاده هي قدره الشخص على اسعاد نفسه، يعني انت تخصص لنفسك وقت خاص زي ما كنا بنقول امبارح في الحلقه، ان شاء الله نص ساعه بمشي فيها، نص ساعه بقرا كتاب بحبه، اعمل حاجه بحبها، اشوف اصحابي اللي بحبهم، اعملوا حاجه لنفسكم عشان الدنيا ما تاخدناش ونحس ان احنا ما عملناش حاجه لنفسنا. صحيح. 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 ما اعرفش، انا بشوف الموضوع ده كلنا احنا بنبحث عن السعاده، يعني بشوف اني كل حد هتسأله عايز ايه في حياته هيقول لك انه عايز يكون سعيد، بس الموضوع ده على قد ما الكلمة سهلة قوي كلمة السعادة دي، على قد ما الموضوع صعب جدا. يعني منى وهي بتقول دلوقتي ان تخصصي وقت لنفسك او يخصص وقت لنفسه بيعمل حاجة بيحبها. عارفة ايمان، قابلت حد كنت في حاجة كده زي جروب ديسكشن كده او كلام يعني، وكان كله حاجات ليها دعوه بالتنميه البشريه والسعاده والدبريشن والاكتئاب. ففي واحده ست قالت، يعني سالوها تعملي حاجه بتحبيها، قالت ايه بقى؟ إيه؟ قالت انا نسيت، ما بقتش عارفه بحب ايه اصلا خالص، لاني من كتر ما هي بقت موجوده عارفه زي ماشين، زي مكنه بتعمل مثلا كذا وتعمل كذا تودي الواد المدرسه، هي كده بتعتبر نفسها طالما بتتنفس تبقى هي عايشه، فنسيت خالص هي بتحب ايه. ففضلت قعدت وقت طويل جدا تسال نفسها السؤال ده، تقول انا ما بقتش فاكره انا بحب ايه. بصي ما هي نفس الفكره، فاكره انا وانت كنا بنتكلم في الموضوع ده امبارح. ايوه من غيري. صح. لا يا هرب ورايا، يا هرب ده احنا نعيده تاني، نعيده تاني عشان عيونك حلوه. يعني انا عايزه اسال سؤال، هو احنا عايشين عشان نبقى سعداء، ولا احنا سعداء ان احنا مجرد ان احنا عايشين؟ وده سؤال مهم برضه. وبعدين عايزين نفرق برضه ما بين حاجتين، السعاده والمتعه. السعاده هو احساس طويل المدى وبيتنمى مع الوقت برضا البني آدم، أما المتعة فهي بتبقى وقتية وبتنتهي. صحيح. ملهاش ضمان وملهاش فترة صلاحية. صحيح. فإحنا دايما عايزين ندور على السعادة، عشان كده يا ماما امبارح ما كلمت معاكي قلت لي كل واحد يجيب علبة، يعني علبة افتراضية ويسميها علبة أدوات السعادة، ويشوف هو بيحب إيه ويحطها في العلبة دي، بقى ماشي بعلبة أدوات السعادة بتاعته دي، بقى ما تفرقوش، لانه الناس جميل ان الواحد يبقى عنده شغف ويبقى عنده طموحات وافكار واهداف واحلام وخطط مؤجله، جميل، بس ما ناجلش السعاده، لانه طول ما احنا عدنا على لسه ما جاش او رابطين سعادتنا بيه بشخص هنتجوزه، بشغلانه هتجيني، بحاجه هشتريها، بحاجه هخلصها، بحاجه هنجزها، انا مش عايشه النهارده، بس انا عايشه في اللي لسه ما كله انا معاكي فيه ما عدا حاجه هنجزها، حاجه هنجزها دي هي سعاده. انت حاطه خطه لحلم عايزه تحققيه معها، صح ولا ايه؟ يعني دي الحاجات اللي بتضيع السعاده، انك قاعده عايشه بلا هدف، يعني ما عنديش هدف. انا هقول لك حاجه، انا من الناس اللي بتقرا كتير جدا جدا، يعني بوك وورم زي ما بيقولوا، عارفه لازم يبقى معايا كتاب دوده قرايه فقعدت كتير جدا اقرا في كتب اللي هي السلف هيلب او الحاجات اللي ليها دعوه، زي مثلا ذا باور اوف ناو، زي ذا سيكريت، او لا تحزن، لو يعني قريت كتب كتير جدا في المواضيع دي. بصي المذيعه المثقفه رزق والله. آه شفت. انا
مبسوطه طبعا. والله فخوره يعني احنا جنبكم ايه وانتي كمان ما شاء الله انتي ما شاء الله انتوا الاثنين ما شاء الله. في حاجه مهمه قوي قوي اتعلمتها من يعني دكتور يعني صديق عزيز يعني جدا اسباني هو قال لي اهم حاجه عشان ان انت ما تروحيش على ديبريشن او تروحيش على اكتئاب او على فقدان ثقه او كده انك دايما تعملي لنفسك بلان يعني خطه كده او تقسمي وقتك يبقى تبقي عامله لنفسك الاسبوع ده هعمل في الساعه دي كذا في اليوم ده كذا يبقى عندك روتين. الناس ساعات بتقولك الروتين ده يزهق، بالعكس لما بيكون عندك روتين مثلا اني من التوقيت كذا لكذا بعمل ده مش عارفه من ده لده بروح فين بلعب رياضه بعمل مش عارفه ايه مع الولاد بشوف اصدقائي بقرا بتفرج على حاجه، كل ما هيبقى عندك بلان ليومك كل ما انت هتبعدي تماما عن الاكتئاب. فكره الاكتئاب طبعا وهتقدري توصلي للسعاده دي لان زي ما عايزين هنا قلت نوصل للسعاده مش نبعد عن الاكتئاب. مش عايزين نجيب كلمه الاكتئاب دي في حياتنا. انا عشان يا منى شويه منى عشان حاجه منتشره جدا. طبعا هي قرار واراده، هي بتيجي من السعاده من جوه لبره مش من بره لجوه. ما هي صعبه قوي اللي من جوه لما قلت الانجاز يا منى جميل ان الواحد يبقى يحقق انجازات ويبقى عينه على حاجه او على هدف بس ما ينساش اللحظه اللي هو عايشها دلوقتي، ما ينساش الحاجات اللي هي كانت احلام في يوم من الايام واتحققت النهارده موجوده قدام عينيه سواء باطفال سواء ببيت سواء بعربيه سواء بشغلانه. في حاجات اوريدي معانا موجوده دلوقتي لازم نشوفها ونستمتع بيها ونبقى عندنا امتنان ان هي موجوده في حياتنا وده هيحقق جزء من السعاده. انا عايزه اقول حاجه، لما نبص ورا هنتألم، لما نبص قدام هنتكعبل. يعني خلينا بسيط في اليوم اللي احنا عايشينه ده بنعمل فيه ايه ولو حتى خطط صغيره. من الحاجات اللي بتضيع السعاده كمان انك تنتقد نفسك طول الوقت، الستات بالذات طول الوقت تجلد ذاتها وتأنب نفسها، انا مقصره مع اولادي مقصره مع جوزي ومع اهلي طب اعمل ايه. طب احساسها دايما ان لا، حتى ما بيخليش نص ساعه زي ما احنا بنقول لنفسها، لاهتمامها بنظافتها الشخصيه، لاهتمامها تروح تعمل ضوافرها، لاهتمامها باي حاجه خاصه، تتمشى تلعب رياضه تقرا كتاب زي ما بتقول معها، خصصي لنفسك اي وقت. والسعاده اراده داخليه طالعه منك انت نابعه منك انت، السعاده قرار. صحيح. وكمان في حاجه يا منى، فكره الواحد طول الوقت بيعمل انا بشوفها كوارث الحقيقه في حق نفسه قبل ما تكون في حق حد. اولا اهتمامه الزايد باراء المحيطين بيه ايا ما كانوا فين او المجال اللي هو فيه سواء في الشغل او في جيران او في قرايب او في اصحاب، هيشوفوني ازاي؟ هيقولوا عليا ايه؟ طب انا لبسي هيعجبهم؟ طب شكلي هيعجبهم؟ طب طريقتي بتعجبهم ولا لا؟ طول الوقت رابط نفسه انه الناس شايفاه ازاي او الناس هتقول عليه ايه؟ ما ان شاء الله ما قالوا انا ما اتخلقتش وما اتولدتش عشان ابهر حد على فكره. طبعا. انا اشتغل على نفسي صح واعمل اللي انا مقتنعه بيه واللي انا شايفاه صح من وجهه نظري بما يمليه عليا ضميري الانساني. وبعد كده خلاص ما اصل يعني للناس فيما يعشقون مزاج، ما حدش هيتفق على كل الناس. اللي حواليكي زي ما انت بتقولي بيبص لهم اللي حواليكي سلبيين يعني يديكوا طنها سلبيه ايه ده انت هتعملي كده؟ لا اوعي ما عندهمش المغامره حتى في حاجه جديده بالزبط. يعني لا 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 ما اروحش المشوار ده، لا لا مش طب تعالي نتمشى، لا مش هتمشى، طب تعالي نعمل اكل صحي، لا 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 دماغك يعني كل حاجه سلبيه محبطه. ما ينفعش ان احنا بقى حوالينا ناس سلبيين كمان ونقول هنبقى عايشين سعاده. نحاول نبعد على قد ما نقدر، نخصص وقت لنفسنا زي ما احنا قلنا. طب تيجوا بقى نقول عن تقرير مهم جدا معانا النهارده، تقرير انساني الحقيقه من الدرجه الاولى. التقرير ده بيأكد ان الخير موجود طول الوقت، عن الحاجه عزيزه اللي كرست حياتها لخدمه المحتاج فقط وحبت مساعده الغير، حتى لقبها اهل الشارع بتاعها بصاحبه السعاده، واطلقت مبادره اطعام 100 محتاج في اليوم الواحد، 100 في اليوم الواحد من خلال تدشين مشروعها ده اسمه احباب الكريم ومطبخ الخير. تعالوا نشوف الحاجه عزيزه. اهلا وسهلا بيكم، معاكي الحاجه عزه عبد العليم. انا من 34 سنه، انا طالعه من المنوفيه، عندي حاجه في دماغي وهدف نفسي احققه ان انا ما اشوفش حد جعان ابدا. بدات ان انا الم تبرعات على قد كده من امبابه من الجيران بقى من عند حماتي وحمايا وجيراننا وكده. فالحمد لله رب العالمين قعدت في جنينه في شارع البوهي، بدانا نعمل اكل بس على قدنا بقى، ما كانش الموضوع كده خالص. فبدات حبه حبه كده، انا وابني كان بيساعدني وهو صغير، هو كان في ابتدائي. فالحمد لله رب العالمين جوزت عرايس،
يا ما اللهم لك الحمد دخلت ميه في الكره الريف، رممت سقوف، جوزت، كل حاجه عملناها الحمد لله. والخدمه بدات واحده واحده زي ما حضرتك شايفه كده، من 2 كيلو لحمه او 3 كيلو لحمه في الشارع. دلوقتي اللهم لك الحمد بدانا في 1000 وجبه يوميا غدا وعشاء. نفسي اعمل فطار بقى، ربنا وربنا اداني ان شاء الله هعمل فطار باذن الله تعالى. انا استمريت في الموضوع ده ليه؟ من 34 سنه، عشان انا حابه ان انا اكون خدامه عند الناس الغلابه. جات قدرا كده، بقيت اعرف حد وحد يعرفني بحد. بدات قدرا كده وبدات اللهم لك الحمد، وقفوا يساعدوني وعرفوا يعني الحمد لله الامانات بتروح لاصحابها، وبقى في ثقه بينا اللهم لك الحمد. وبدات الخدمه زي ما حضرتك شايفه كده. فاكتر ناس بيدعموا الخدمه واكتر ناس ساندين الخدمه من خارج امبابه اللهم لك الحمد، بيحبوا يدعموني. عايزه زيت، عايزه رز، عايزه اي حاجه بيقدروا يساعدوا معايا، بيساعدوني في مرتبات العمال اللي شغالين عندي. وبعدين مرتبات العمال اصلا بياخدوا زي ما تقولي الفلوس اللي بياخدوها، لو شفتيها هتلاقيها مواصلات، وحابين الخدمه اللهم لك الحمد. بنبدأ اليوم بتاعي من بعد العصر، خلصنا الغداء النهارده، بيبدأ في اوردرات بيني وبين، عامله كل جروب لوحده، الطباخين جروب لوحدهم، السفرجيه جروب لوحدهم، الشارع جروب لوحده، منسقه الدنيا ومرقوي، يعني مظبطه شغلي، عشان كده انا مرتاحه. لو انا اصلا عايشه في الخدمه، يعني انا بروح بيتي مثلا كل اسبوع كل اسبوعين اللهم لك الحمد، ما بقدرش اعيش بره الخدمه. النهارده مثلا عندنا عدس، عندنا فول، عندنا مثلا حواوشي، يعني مش كل يوم زي بعضه. انا عندي ناس في المنطقه متعودين على كده من الغدا وعشاء يوميا طوال العام، وعندي ناس ما اعرفهاش يعني بيجوا لنا برده يتغدوا ويمشوا، كتير جدا ما اعرفهمش، بس في ناس اعرفهم كتير قوي من المنطقه، خلاص عارفين ان مكانهم ده زي ما تقولي، عشان ما عندهمش حد يعني بيوليهم، فهم عارفين ده مكانهم، ده بيتي. انا طالع عند الحاجه عزيزه غدا وعشاء، ويفضلوا قاعدين لحد الساعه 12 بالليل، والبوفيه الشاي بيفتح من 9 صباحا لحد 12 واحدة بالليل. الحاجات دي كلها بتجيلي تبرعات، يعني انا عندي ناس دايما بفضل الله كل شهر، ما بيحبوش ان انا اذكر اسمهم، يعني دايما نذبح عجل. لا رمضان ده بقى قصه ثانيه، انا عندي رمضان مش قادره اوصف لك على جمال المتعه وجمال حياتي. شهر رمضان خاصه انا ببقى حاسه فيه ان انا مش انا، واحده تانية. الفطار والسحور بنفضل قاعدين لحد الفجر ما ياذن، وبعد كده نخش، اللي ينام في الخدمه ينام واللي يروح يروح. اللي انا نفسي فيه ان ربنا يجيب لي نفحات في الجمعيه عشان اقدر اكل الناس، عشان اقدر ما حدش يمشي جعان. يا ريت الناس تساعدني عشان الخدمه يعني تمشي مظبوط، وتمشي يعني ما حدش جعان خالص. والله العظيم قمر يا حاجة عزيزة، قمر. وبعدين عاملة حاجات صعبة، ممبار وحواوشي، حاجات بتاخد مجهود كمان لله كده، مش يعني بتستسهل وترمي شوية فتة وخلاص، لا. وأحلى حاجة يعني أولا طبعا تسلم إيدك يا ست الكل يا جميلة أنت، وأنا عارفة أن أنت بتحطي لمستك الخاصة في الأكل ده، مع شوية حب، مع شوية خير، مع شوية نية حلوة وصافية وصادقة، فهو ده بجد اللي مبارك، وربنا يا رب يعني يقدرك دايما على فعل الخير. يعني احنا منبهرين، وميت اطعام، ميت محتاج كل يوم، يا رب يزيدوا لغايه ما يبقوا مليون، ويبارك فيكي. وبنحييكي تحيه خاصه جدا جدا من البرنامج، ويا ريت الناس كلها تشوف الحاجه عزيزه وتقتدي بيها. فضلك وقتها كله طبعا للمطبخ الخير كل يوم 100، ده احنا في رمضان لما بنطعم 30 كل يوم، وخير الصدقات اطعام الطعام، بنقول عملنا طبعا يعني حاجه، فربنا يبارك لك. واحنا بنغبطك، احنا مبسوطين قوي، ويعني يا ريت الواحد عنده الوقت ده فعلا ويصدق الله كده ويعمل حاجه جميله لربنا سبحانه وتعالى. بنحييكي حاجه عزيزه. بوست بقى السوشيال ميديا النهارده اللي هنتكلم عنه، عن المدير اللي بيقدر شغلك واللي بيدعمك طول الوقت. البوست حسينا انه مناسب وحلو مع نهايه السنه، ان احنا نسلط الضوء عليه الحقيقه. البوست بيقول مديرك اللي ما تفرطش فيه، لو ما سالكش على سبب الاجازه اللي انت هتاخدها، وابتسم لك وقال لك ان شاء الله اجازه سعيده، وهو بيمضيها لك كده، يبقى لطيف.
لما كمان ايه يا ايمان؟ لما كمان يبقى مثلا عندك تعبان، عندك حد من اهلك القريبين عنده مشكله، عندك اي حاله حصلت، حالتك النفسيه بعافيه شويه او الماديه برضو بعافيه ما يضرش، يفضل يتصل ويطمن عليك كل فتره بطريقه او باخرى لحد ما احوالك تستقر، وبقى يبقى كده ده بصراحه راجل جدع وعنده العيب يعني، والمدير الطيب رزق. ايوه انا بوجه رساله لمدير معين وعارف نفسه. ايه كمان المدير اللي يشيلك في ظرف طارئ ويديك الدعم المعنوي لغايه ما تقف على رجليك مره تانية. يعني كلنا طبعا بنتعب ساعات، بنمرض او بيبقى مثلا عندنا، كل حد بيعدي بظروف، فالمدير اللي دايما يبقى في ظهرك يديك دعم معنوي يقول لك خلاص هتبقى كويس، حتى لو التشجيع ده بيبقى كده بالكلام بتفرق قوي قوي، يخليك يعني عايز تنجز اكتر وتعمل شغل احسن. صح. الاداء بيبقى احسن طبعا, طبعاً. اكيد. كمان المدير اللي ما تطلب منه حاجه ما يبخلش عليك بمعلومه، يشرح لك باستفاضه ويسالك عشان يشوفك فهمت ولا لا، فهمني ووصل لك المعلومه ولا لا، ده بيزكي بالعلم اللي عنده اي كان العلم بقى ده، في المحاسبه، في الاقتصاد، في اي مجال، في الاخراج. كل اللي حوالينا بيساندونا، والا ما كناش ننجح على فكره، احنا بننجح بيكم. كمان لما يجي لك مكافاه يعني، لما يبقى مبسوط قوي ان هو اولا المدير الشاطر فعلا اللي هو القائد، اللي بيقدر اي حد بيشتغل، بيقدر اي مجهود. مفيش حاجه اسمها اقول له طب انا مثلا عملت مجهود او عملت انجاز كبير او عملت لقطه حلوه او مهمه، عادي يعني ما انت المفروض تعملي كده. لا بالعكس، بيقدر وبيديكي مكافاه، حتى لو جاي لك مكافاه ما بيسالش عن قيمتها وبيبقى مبسوط وهو بيكافئ الموظفين. حتى بيسموها يا ايمان حافز، يعني بتحفزك على الشغل، بتحفزك على الاداء الاحسن. ده عمل بتاخد عليه اجر وكل حاجه، واجرك عند الله سبحانه وتعالى لو اتقنته، لكن فكره تقدير للمدير او الابريشيشن من الناس مهم، تفرق كتير. ومش المدير بس، والزوج بقى في البيت لما تعملي حاجه حلوه، تسلم ايديك يا حبيبتي، ما بلاش بقى ايه، ما بس ناقصها مش عارف ايه، يعني كتر خيرك، تعبتي، لو قعدت عملت شويه حواوشي كده زي الست عزيزه تشكرها، او شويه محشي تعبت فيهم، التقدير حلو. المدير طبعًا. الجميل بقى اللي احنا اتكلمنا عنه، المدير الانسان القائد الجميل ده، المفروض ان احنا نعمل معاه ايه يا منى؟ مها بقى هتقول. المفروض ان احنا طبعا نشكره، ان احنا دايما نشرفوه، نبقى بننجز في شغلنا، بنجتهد اكتر. وكمان بصي الواحد لما يقرر يروح يشتغل في مكان، انا عارفه انه الشغل ما بقاش حاجه سهله دلوقتي، شغل طبيعي في العالم كله مش بس عندنا، بس هي فكره توازنات. يعني انا اختار مثلا مكان فيه مدير بيقدرني قوي وبيتعامل معايا كويس بشكل انساني وبيسندني وبيدعمني وبيكافئني او في حوافز او ده، حتى لو المرتب قليل شويتين عن اي مكان تاني، ممكن ايه المدير اللي فيه ممكن ما يبقاش متفهم، ممكن بيكون بيتعامل غلط، ممكن يكون يعني صح. بحس ان انا اصل المكسب مش مادي بس. أيوة. فالواحد لو معنويا تعبان في مكان هنا، لو عندنا بدايل او عندنا اختيارات، لأ انا اختار يعني مكان يكون الفلوس اقل شويه بس في حد بيقدر، يبقى عندك انتماء للمؤسسه اللي بتشتغلي فيها. صحيح. يعني ايا كانت، مدرسه، شركه، مستشفى، انت لما تحس الناس مقدراك وجالك مرتب تاني احسن بره، لا انت بتبقى عندك انتماء للمكان اللي انت فيه لان الناس بتقدرك، وده حلو قوي، وده بيعمل نجاح. على فكره النجاح ما بيجيش من اني باخد كام او قليل، او في ناس تشتغل الشغل تقول لك على قد فلوسهم. أيوة. لا ربنا، ده انت كلكم راعي، كلكم مسؤولون عن رعيتي، كل واحد في مكان، ربكم ساري في الاتوبيس ولا في القطر بيعمل مهمته على اكمل وجه، عشان هو هيسال عن مهمته دي اللي ربنا استخدمه فيها، والا يستبدلك بحد تاني. خلينا نقول بقى في حاجه مهمه جدا عايزين نسلط عليها الضوء كمان في برنامجنا النهارده، هو خبر بيتم الاعلان عنه في اجراء مستشفى عين شمس التخصصي، اول عمليه من نوعها لزراعه الرئه في مصر، وده من شهور الحقيقه كان بيتحضر له بحضور فريق طبي متخصص في مجال جراحه وزراعه الرئه. العمليه اللي تمت كانت لبنت عندها 28 سنه وكانت بتعاني من فشل في التنفس، ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض يا رب، وكان لازم زراعه رئه تحصل لها، وهنا كان المتبرع حد من اخواتها. الحقيقه خبر جميل وهننقله ليكم، ونشوف ان في تطور وتحديث بيحصل طول الوقت في اغلب المجالات الطبيه، ربنا يتم شفاها على خير ان شاء الله، ويزيد من العمليات دي لانقاذ حياه الناس
باذن الله. احنا كنا فتحنا الملف ده قبل كده طبعا. أيوة. يعني طبعا زي المتبرع يكون كمان من حد من قرابه من الدرجه الاولى عشان ما نفتحش الباب للتجاره. وده نفس الموضوع برضو يا منى، فاكره اللي كنا اتكلمنا فيه وانت فتحتي كنت الموضوع ده واتكلمتي فيه الحقيقه بعلم شديد وباخلاص شديد وبصدق، موضوع التبرع بالاعضاء بعد الوفاه. ايوه اعتقد يعني من احياها فكانما احيا الناس جميعا. فيعني بس ده خبر ان فكره تتنفذ كمان بالشكل ده واول مره في مصر، دي طبعا حياة. حاجه جميله طبعًا. وخبر جميل لكل المرضى، ربنا يشفي كل حاجة مريضة. مبشره حقيقه طبعا، وبنتمنى طبعا الشفاء للبنت او البنت الجميله اللي عملت العمليه دي، ويا رب نشوف عمليات كده كتير وتبقى بتتعمل في مصر في مستشفياتنا ومع اطبائنا العظماء. قد ايه هي نعمه، نعمه الواحد يتنفس، بنتنفس كم مره في اليوم شهيق وزفير واحنا مش حاسين بالنعم صحيح. اللي ربنا معيشنا فيها. والله الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يروا الا المرضى حقيقي. النهارده 18 ديسمبر ذكرى وفاه فنان عظيم وقدير، وكان ليا الشرف ان اشتغلت معاه كتير جدا، الفنان جمال اسماعيل اللي الجمهور والنقاد كانوا بيقولوا عليه الوجه الطيب دايما في السينما والدراما، بسبب اغلب الادوار اللي كان بيقدمها لنا في التلفزيون. كان للنجم القدير جمال اسماعيل شعبيه كبيره جدا داخل البيت المصري الحقيقه، بعد ما شارك في عدد كبير من مسلسلات ايمان ومنتجات الدراما او انتاج الدراما كله بشكل عام على مدى سنين طويله. جميل طبعا، على مدى سنين طويله الفنان رحمه الله الفنان جمال اسماعيل قدم ادوار كتيره جدا متنوعه جدا جدا، ويمكن حتى انا من وانا صغيره كنت بحب قوي، كنت لسه بتكلم معاك كمان. أيوة. فاكره كان في الف ليله وليله في رمضان صحيح. كان بيعمل ادوار جميله جدا وحتى الاطفال كمان بيحبوه، مرتبط في ذهنهم. اطفال كتير كمان مسلسلات اطفال تلفزيون، يعني هو ما سابش لون، لغه عربيه مثقف جدا كمان يجيد اللغه والنطق. صحيح صحيح، ودايما كنت تحسي ان هو ابوكي. أيوة. عمك جدك ما اعرفش، انا بحبه جدا جدا أوي. في اللعب مع الكبار، وبحبه جدا برضو في مافيا. ادواره مؤثره وفنان عظيم، اعماله هتفضل موجوده معانا وكلنا طبعا بنحبه جدا. رحمه الله عليه الفنان القدير جمال اسماعيل. اللي شافه واللي ما شافوش، هو كان انسان اكيد صادف ناس وعرفوا قد ايه من هو عن قرب انسان جميل جدا رحمه الله عليه. تعالوا نشوف مجمع لاعماله كده من اهداء من قصه ست ما فيهوش كذب، ونرجع تاني. شوية حظ اديني اتجوز بنت بنون عندها فدادين وبيوت، اورثهم لما تموت اورثهم لما تموت اورثهم لما تموت. ارمي بياضك اضحكك مرادك. من جنيه لمليون جنيه لو عرفتي بنتي فين وجرى لها ايه. عاش سلك اهل النخيل، عاش سلك اهل النخيل. هما دول يتسابوا برضو، دول مش هيشوفوا مصر ابدا، مش هينزلوها الا على رقبتي. هيوديني بستين داية وسبعين مصيبة. ستين داية وسبعين مصيبة يبقى 92 كارثة. امشي امشي قول من وشي. طب وعايزاني اعمل ايه؟ اروح لابوه اللي بيخانق دبان وشه، ولا امه اللي بتعض العيال، واقول لهم عايز ابنكم المدير لبنتي اللي مش طايقه تعيش من غيره؟ بتصغرينا يا بت، ده انا اتبحت. اللي يخصنا دلوقتي يا احمد، الراجل ده ياخد فلوسه ويمشي من هنا مرضي. المشكله بقى ان في ناس تعيش حياتك تديهم في دروس لا يحفظوا لك درس ولا يطمر فيهم، هو الحب يا عبد الرحمن. انسى. رحمة الله على فنان لن يعوض، الفنان قدير جمال اسماعيل. دلوقتي خلونا نروح نشوف تقرير كده عن جهود مبادرة حياة كريمة المستمرة في كل مكان في مصر وفي كل محافظة عشان تحسن حياة الناس. التقرير النهاردة عن المركز الزراعي في محافظة الدقهلية. تعالوا نروح نشوف التقرير ونرجع تاني.
جايين بناخد سماد من هنا من الجمعية. طبعا لما حياة كريمة هنا وفرت لنا السماد والرش والموبيلات وكده، وجاي اخد دواء للصمة بتاع القمح وكده. مشروع حياة كريمة وفرت كل حاجة عندنا، السماد وبرضه عملنا واحدة بطارية حلوة، والسماد والموبيلات كلها موجودة في الجمعية، والكمام موجود في الجمعية، حتى السوبر كل حاجة موجودة في الجمعية. بنستفيد بقى بالرش الموبيلات والتقاوي والكماوي. المبنى بسم الله ما شاء الله عاد موفر لنا الجمعية الزراعية، موفرة الكماوي والبذور والسماد وكل حاجة هنا بسم الله ما شاء الله كويسة عن الأول بكتير. الوقت كل حاجة 10/10، ده الواحد بيجي الوقت كأنه رايح القاهرة والله. والحمد لله الكماوي كويس يعني، وكل حاجة متوفرة هنا، وعشرة على عشرة. بيني وبينك حياة كريمة دي صلحت الناس. طبعا حياة كريمة وطول الوقت في كل محافظات مصر بتعمل على يعني تحسين حياة المواطن بشكل كبير على قد ما تقدر. عايزين تعلقوا على التقرير؟ لا طبعا، احنا كل يوم بنشوف حياة كريمة قد ايه هم عاملين زي يعني فيري دايناميك زي ما بيقولوا، او قد ايه بيشتغلوا على ارض الواقع بشكل غير طبيعي، و24 ساعه من المحافظه دي للمحافظه دي، من تطوير طرق لبيوت لمدارس مستشفيات. فطبعا مبادره عظيمه ومهمه، فعشان كده احنا دايما بنحب نسلط الضوء زي ما قلنا عليها في البرنامج. ما بنقول دايما يا مها انه حياه كريمه هي مظله كبيره جدا تحتها مجموعه كبيره جدا من المبادرات على كل المستويات في كل المجالات، شغاله كلها مع بعض بالتوازي مش بالتوالي على مستوى جمهوريه مصر العربيه. احنا لما بنطلع نتكلم مش بنطلع نقول حياه كريمه هتعمل، احنا بنطلع دايما نقول حياه كريمه عملت، حياه كريمه نفذت. بنشوف البصمات على الارض وتاثير ده على المواطن بشكل مباشر، هو ده وحده القياس بتاعتنا، انه حياه كريمه بتنفذ مشروعات، بتعمل افكار، بتعمل خطط، وعندها خطط على المدى البعيد. احنا مش بس بنفكر في النهارده في اللي احنا بننجزه او هننجزه، لا، احنا بنفكر كمان على مستوى 5 سنين وعشر سنين واكتر، وكل ده ماشي بالتنسيق مع كل الجهات المعنيه. بطلنا بقالنا زمن نشوف الجزر المنعزله، ان كل حد شغال لوحده مع نفسه وفي الاخر مفيش تنسيق، لا، هو في فريق عمل كامل في الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب مبادرة حياة كريمة، اللي العالم كله شهد لنا بيها وقال فيها كلام الحقيقة ما تقلش في أي مبادرات على مستوى العالم قبل كده، ويمكن كان آخرها في قمة المناخ. والعالم كله شهد، وكمان المواطن نفسه، يعني اسألي أي حد، الدنيا اتغيرت أكيد، صار في صحي زي ما بتقول، وكل الخدمات بتتعمل بالتوازي وبالتنسيق مع الوزارات كلها. يا مها كل الوزارات بتشتغل مع بعض، مع مؤسسات المجتمع المدني، في حالة من يعني الشغل والعمل طول الوقت. لا، و60 مليون مواطن هم اللي بيستفيدوا من مبادرة حياة كريمة بتكلفة تخطت التريليون جنيه. فمبلغ ضخم جدا يعني، في 4500 قرية موجودة. موضوع كبير جدا جدا، وموضوع مهم، ونقل الناس في الريف لحياة أدمية بعد ما كانوا فقدوا الأمل. بقى في صرف صحي، بقى في خدمات، بقى في كهرباء، مية نظيفة، كل دي كانت حاجات احنا بنطمح وبنأمل انها تبقى موجودة، فبقت موجودة في المحافظات كلها، شغل من هنا لهنا لهنا. وزي ما إيمان قالت، وقالت نقطة مهمة جدا، ان احنا بنقول حياة كريمة عملت مش لسه هتعمل، وفي وقت قصير جدا جدا. احنا بنعيد بناء الجمهورية الجديدة، او بنعيد بناء مصر بشكل مختلف يليق بالمواطن المصري. وكمان الجميل يا منى في الموضوع ده، انه في معركة البناء دي، مع اي معركة فيها كتائب شغال على الارض، الكتيبة عندنا كتيبة من الشباب من كل محافظات جمهورية مصر العربية اللي بيشتغلوا، عندهم انتماء شديد، عندهم حب في المشاركه وفي العمل اللي هم بيقدموه بشكل تطوعي جدا، هم حابين اللي هم بيعملوه. كتيبه من الشباب المتطوعين الحقيقه بدون اجر، اللي اتخرجوا من البرنامج الرئاسي، او الشباب اللي موجودين على مستوى المحافظات، بشكرهم من خلال البرنامج، كل التحيه والتقدير ليهم، وهم دول المستقبل، هم دول مستقبل مصر.
هم مستقبل مصر، ولادنا وكل المؤسسات اللي بتشتغل على ارض الواقع. الحقيقه بنحييهم ومتطوعين وبيضحوا بوقتهم كله عشان مصر، عشان نظبط حال الناس ونخليهم يعيشوا حياه كريمه. حدوته بقى من كل بيت اتعودنا نختم بيها الانترو بتاعنا. عندنا واحده بعتلنا بتقول اخويا متجوز وعنده اطفال وزوجته ست كويسه جدا جدا، بس هو قرر انه عايز يتجوز عليها، وهو اتجوز فعلا. هي عرفت ومشيت وسابت البيت وخدت الولاد ورافضه انها ترجع له الا لما يطلق الثانيه. هو رافض جدا انه يطلق اي واحده من الاثنين. ممكن حد ينصحني اتصرف ازاي، اساعد اخويا ازاي وعيلته عايزه تنقذ العيله من الخراب؟ ما اعرفش يعني، هي طبعا هي ده رايها. لكن هو هي بتقول ان مرات اخويا ست كويسه جدا جدا، يجوز هو اتكلم معاها كذا مره، يجوز قال لها انه عايز يتجوز. لكن هنا انا بس يعني بلومه في حاجه واحده، ان المشكله في الكذب او التخبيه. انت المفروض ان انت لازم تكون واضح وتكون راجل صريح وتقول ان انت عايز تتجوز. اللي عايز يتجوز يواجه ويقول انا عايز يتجوز. لكن الست اتصدمت، في اولاد وطبعا اتفاجئت ان في واحده ثانيه. هو هل في ست في الدنيا ما بتتصدمش او تزعل ويكون ده رد الفعل الطبيعي بتاعها لما تعرف ان جوزها متجوز عليها وان هي اخر من يعلم ان هو خبى عليها؟ شيء طبيعي انها تاخد عيالها وهتزعل، ويمكن تزعل جوه البيت، يمكن تروح لاهلها، يمكن، بس اكيد ان رد فعلها هيكون سلبي جدا، لانه الست ده بيترجم في ذهنها على طول، هو مش شايفني ست، هو انا ما بقتش عاجباه، هو خلاص مثلا انا كبرت. هو بتتدمر ثقتها في نفسها في اللحظه دي. فالست يعني اخته مشكوره طبعا ان هي عايزه تتدخل وتحل، بتقول عليها ست كويسه جدا، بس يمكن هي ما شافتش داخليات البيت برضو، ما تعرفش تفاصيل البيت. خلي بالك برضو دي الفكرة. لكن ان هو يعمل ايه، انا ما اعتقدش ان انا مؤهله ان انا انصحها واقول لها تساعد ازاي في موضوع زي كده. انا يعني انا مش هادلي بدلوي، انا غير مؤهله ان انا افتي في حاجه زي كده. الاخت طبعا واضح ان هي بتحب اخوها جدا او بتحب العيله وعايزه تحافظ عليها، بس زي ما منى قالت ان هو فعلا خلاص خد القرار وراح اتجوز. فهو دلوقتي اللي انا شايفاه ان انت تكلمي مع اخوكي، شوفي هو عايز يعمل ايه. هو ممكن يبقى مش عايز يرجع لمراته الاولانيه وعايز يفضل محتفظ بالزوجه الثانيه. الزوجه الاولانيه ممكن ما تبقاش راضيه عن وجود، او اكيد مش راضيه عن وجود زوجه ثانيه. فانت اكيد عايزه تصلحي وطبعا مشكوره، لكن المهم هم في الاخر عايزين يعملوا ايه. هو اصبحت زوجه الثانيه دي، ما ينفعش كمان تقولي لمرات هو يختار بقى خليه يطلقها او هي تكون عايزاه يطلقها. وانا عندي برضه نصيحه يا منى بعد اذنك، يا ريت يكون هو اتكلم مع زوجته في حاجات حاول يصلحها، عمل خطوات وحاول يغير فيها، ما عرفش، فشاف ان هو هيتجوزها. مساله صعبه، مساله جارحه زي ما بتقولي، الست بتتهد من جواها طبعا، بتفقد يعني ثقتها في نفسها، ساعات امراض نفسيه طبعا شيء طبيعي جسميه يعني. بس في نقطه احنا كنا اتكلمنا قبل كده، ان احنا عندنا مركز الفتوى علشان يعني من قال لا اعلم فقد افتى. فانا في حاجه زي كده انا هقول لا اعلم عشان ما اقدرش. وكان معانا ضيف الاسبوع اللي فات وهيكون معانا الثلاث اللي جاي ان شاء الله. لو تحبي تتواصلي معانا وتسالي فضيله الشيخ على الهوا هنكون معاكي، او تواصلي مع مركز الفتوى من خلال الخط الساخن على طول. احنا بنسعى في الاخر لاعمار البيوت، وان احنا بنلم البيت، مش عايزين البيت يتهد. ما هم بيعملوا قعدات بينهم الزوجين بالزبط. ويحاولوا الاصلاح ان شاء الله بالزبط. ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان شاء الله. ان شاء الله. طيب عندنا ايه بقى الفقره الاولانيه بعد الفاصل على طول يا مها؟ طيب عندنا النهارده فقره جديده علينا جدا. عندنا النهارده الستات بيعرفوا يشجعوا في كوره ويحللوا كمان. فاحنا معانا النهارده اربع ناقدات رياضيات، هم نجوى مصطفى وريهام بكير وريهام حمدي وإسراء شاكر. هنتكلم معاهم عن المونديال وهنتكلم عن الستات وكرة القدم وتوقعاتهم النهاردة لكاس العالم لنهائي المونديال، أرجنتين ولا فرنسا. مها قال التوقع النهاردة أتمنى أن هو يطلع صح حقيقة. أنت فيك شيء لله والله يا مها. عندنا كمان فقرة مهمة جدا، كنا اتكلمنا عن الموضوع ده الأسبوع اللي فات وفوجئنا بإقبال شديد من المشاهدين، والحقيقة كان اللايف شغال على مدار الفقرة، وبعدها فقررنا إحنا نكمل كلام في الموضوع ده. صعوبات التعلم، أزمة تأخر النطق عند الأطفال وأسبابها، وإزاي إن إحنا نقدر نتغلب عليها، وآخر الدراسات اللي اتكلمت في طرق العلاج. الحقيقة بقت كتيرة وبقت موجودة، بس الأحسن طبعا إن هي تكون بدري. لكن المرة دي معانا دكتورة منى الشيخ، أستاذة الطب النفسي بوحدة طب نفس الأطفال والمراهقين كلية الطب جامعة عين شمس، وهي من أهم
المراكز او الوحدات اللي بتتكلم او اللي بتدرس دايما الموضوع ده. وختامه بقى جميل مع شيف محمود سعد اللي عمل لنا مربى جزر، انا دقتها شخصيا تحفه، قعد يزن عليا ماليش في الحلو بس دوقني، عايز اقول لكم تحفه. وعمل كشري اسكندراني، يا رب يكون عمله اللي هو في الحله الواحده ده، عشان نكره أيوة. الكشري عشان 20 حله، فهنشوف وبيبقى عدس اصفر ونستمتع. عدس اصفر أيوة. عدس اصفر صح، اسكندراني بيبقى عدس اصفر طبعا، وبيض أيوة. مقلي وحاجات كده، بيض بس هنشوف هنشوف بقى في فقره المطبخ ان شاء الله. خلونا نطلع فاصل ونبدا اولى فقراتنا والستات ايه ما يعرفوش كده. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والستات بيعرفوا يشجعوا وبيعرفوا يحللوا كوره كمان. النهارده هنناقش المونديال على طريقه الستات ما عرفوش يكذبوا، هنعمل قراءه لكاس العالم في قطر بعيون نسائيه بيعرفوا يحللوا كتير قوي. سمعنا كتير ان الرجاله هم اشطر، لا لا طبعا مش يعني مش خلاص، احنا الستات والنساء قادمات في كل المجالات. سمعنا توقعات كتير ان صحيح في المونديال ده مين هيجيب ايه، مين هيغلب، توقعاتكم ايه، الواقع الاكثر التحليلات هنسمعها النهارده من ضيفاتنا اللي منورينا النهارده. على يميني استاذه نجوى مصطفى الناقده الرياضيه، وكلهم طبعا اعلاميات ونقادات في الرياضه. استاذه نجوى اهلا بيكي. اهلا بيكي. واستاذه ريهام بكير اهلا بيكي، وامارات مش بيحللوا بس ستات وامارات. وعلى شمالي استاذه اسراء شاكر اهلا بيكي منورانا، واستاذه ريهام حمدي منورانا ومشرفانا وزي القمر كلكم. ويلا انطلقوا حاجه جميله خالص دلوقتي. طب احنا عايزين نجمع بس كده في الاول توقعات، عشان سالت مها في الاول وقالت لي 2-0 2-1 للارجنتين 2-1 للارجنتين، وفي هنا في الكنترول باشمهندس طارق عباده 2-1 لفرنسا، وعمير برضو محمد عمير 2-1. ايه حكايه 2-1 النهارده؟ 2-1 لفرنسا. 2-1 لفرنسا ريهام. 2-1 لفرنسا. برافو اسراء. 2-1 لفرنسا برضو. لا انا اتوقع ان يبقى في اهداف اكتر من كده صراحه، هدف وهدف يعني هدفين وهدف، ده هيبقى قليل قوي. يعني عندنا ميسي وعندنا كيليان امبابي وكلام ده، فانا اعتقد ان عايزين نسمع بس مش سامعاكم. نفرق ما بين التوقع والامنيه الشخصيه يعني. ايوه وهو انت تتوقعي يعني بتتمني برضو اكيد. لا بس فكره ان يبقى اهداف كتيره دي مش معناها ان الفريق مش قوي، لا ده بالعكس الفريقين يعني جاب فيك اجوان كتير، في لعيبه مميزه كتير هنا، في لعيبه مميزه كتير هنا، فهم الاثنين بينافسوا على لقب الهداف كل واحد جايب 5 اهداف يعني. في هنا هدف من هدفين يعني، ميسي جايب 5 اهداف لغايه دلوقتي في الارجنتين، هدف الارجنتين وكاس العالم. مبابي برده جايب 5 اهداف، وبرده يعني في برده لاعب في الارجنتين جايب 4 اهداف، ولاعب فرنسا جيرو جايب 4 اهداف. فالمنتخبين فيهم لعيبه تقال، في منافسه على لقب الهداف اصلا، منافسه على اللقب ده بعيدا كمان عن اللقب يعني. بس جيرو للاسف عنده يعني كان عنده اصابه مشتكى بدنيا، فممكن ممكن ما يشاركش اساسي، بس ممكن يكون على دكه الاحتياطي النهارده يعني. بنرد على بعض. ممكن ابدا مع استاذه نجوى؟ اتفضل. وعايزه اعرف من حضرتك دلوقتي، احنا كنا دايما كستات بنتضايق بقى من الكوره، ونقعد نقول الكوره والرجاله لما هي واخده الرجاله مننا او كده. دلوقتي بقينا احنا بنشجع، ومش بس بنشجع بنحلل. صحيح. حضرتك بقى مثلا لو سالتك مثلا جوزك بقى بيتضايق بقى؟ انا جوزي لا، هو انا جوزي مشجع كبير جدا للكوره وفاناتك جدا، وانا عايزه اقول لك هو من كتر ما هو متعصب بيأثر الموضوع عليه صحيا، من كتر ما هو بياخد الموضوع على اعصابه جدا. اذا يعني بجد بنسمع ان في ناس بتتعب فجاه وهي بتشجع. هو 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 من الاشخاص دي. دي طبيعته ولا في الكوره بس يعني؟ لا في الكوره، في الكوره، في الكوره تحديدا. لا في الكوره تحديدا هو مشجع متعصب جدا، ما بيفوتش ماتش تقريبا غير لما بيكون في الاستاد، سواء بره مصر او جوه مصر. فهو لا، هو بتقعدوا بقى تشجعوا مع بعض الميزانيه كلها رايحه على طقوسكم ايه بقى وانتوا قاعدين كده هتتفرجوا على ماتش؟ مبدئيا تحضروا له ازاي وطقوسكم ايه في القعده دي؟ مبدئيا مثلا لو بنشجع عالميا سواء انديه او منتخبات، انا لازم من مصلحتي انا اشجع الفريق اللي هو بيشجعه، والا هيبقى يومي مش لطيف. عادي يا ليلى، عادي يا ليلى. لان هو بيتضايق جدا من فكره ان انا اشجع فريق هو ما بيشجعش. دي روح رياضيه مطلوبه يعني. ايوه، لو بالذات لو حضرتك بتقولي لو هو كمان بيعيا او بيتعب بتاثر عليه صحيا. لا هو محليا، انما عالميا هو يعني الموضوع
انا اسفه اني بقاطعك، بس احنا مش بقينا عالميا اكتر؟ يعني انا بشوف ان احنا بقينا يعني زي مثلا لما يبقى مثلا في ماتش برشلونه وريال مدريد ليفربول بتلاقينا متحمسين جدا، وبالذات كمان ريال مدريد وبرشلونه وطبعا ليفربول عشان محمد صلاح. بس معرفش بشوف ان احنا كستات بقينا برضو احنا خليني اقول لك ان سبب الموضوع او سبب الموضوع الاهتمام بالكره العالميه يمكن بدا مع ظهور الالعاب الالكترونيه فيفا بيس، الناس بدات تلعب الالعاب دي فبدات ترتبط عاطفيا بالفرق العالميه. يمكن كان ده موجود زمان بس مش بالانتشار الكبير زي دلوقتي. الناس عندها وعي والاطفال. هروح لاسراء بعد اذنكم. اسراء شاكر، وقولي لنا رايك او انطباعك عن اداء الفرق العربيه للمونديال. انا شايفه الفرقه العربيه في المونديال ده 2022 ممكن نقدر نقول اكبر مفاجآت اتعملت. يعني أيوة. منتخب المغرب طبعاً. وصوله النص النهائي ده انجاز كبير جدا، انجاز فعلا حتى العرب وسط منتخبات العالم. صحيح. ان انت برده تلعب مع فرنسا وان فرنسا تطلعك عشان تلعب ثالث ورابع بعد كده، لا ده انجاز برده طبعا. كون ان المغرب ياخد المركز الرابع مش حاجه وحشه، يعني ما نقدرش نقول لهم هارد لك، لا نقول لهم برافو. طبعا برافو بالظبط. يعني انا امبارح كنت شايفه لا المفروض نبقى فخورين بيهم وهم يكونوا فخورين بنفسهم. طبعا كلنا الخساره من كرواتيا، يعني كرواتيا كانت كاس العالم كمان اللي فات، كانت كاس العالم اللي فات كانت وصيف انها توصل في البطوله خالص. انا كل ماتش كانوا بيعملوا فيه ماتش كويس كنت اقول ده اخرهم خلاص، يعني ممكن ما يوصلوش، ممكن ما يطلعوش تاني اكتر من كده. فان هم وصلوا نص النهائي. ايوه مفاجآت دي، دي فرصه جميله ان احنا نقول شكرا بجد لمنتخب المغرب اللي ابهرونا، والحقيقه رفعوا بقى سقف توقعاتنا وطموحنا كمان، لانه النجاح اللي انتوا حققتوه لازم هتحافظوا عليه، لان ده حملكم مسؤوليه اكبر، وان شاء الله انتوا قدها وقدود باذن الله. انا عايز ارجع بس مره تانية، مين بقى متجوزه ومين مخطوبه ومين متكلمين عليها وطقوسكم ايه وانتوا قاعدين نجوى قالت جوزي وخلاص نجوى قالت خلاص. عايزه ريهام. انا متجوزه. متجوزه. انا اهلاويه هو زملكاوي. الله يا رب. دي في خناقه في البيت خالص. لا لا خالص. بتعملوا ايه؟ بتحضروا ازاي الماتش اللي هتشارك بقى؟ كل كلامنا يعني ما فيش موضوعات مهمه اصلا بنتكلم فيها غير الكوره كمان. يعني تحديدا كمان سواء عشان طبيعه شغلنا او يعني عشان الترابيزه قدامكم وانتوا بتتفرجوا بيبقى عليها ايه؟ يعني طبخه ايه؟ عامله ايه؟ لا لا كل واحد مع نفسه موبايله معاه وبيكتب احصائياته مع نفسه. طب هو مشجعك طول الوقت طالما الزمالك ما بيلعبش هو يقول لك مبروك للاهلي؟ كل واحد مع نفسه، كل واحد محترم يعني انتماء غيره، ما فيش مشكله. لا يعني حتى لو بتشجعوا فرقه مختلفه. احنا مشاكلنا كلها يعني الخناقات في طرق لعب المدربين العالميين. هو بيحب التكتيك الدفاعي اكتر، انا بحب لا الهجوم مع الفرق في خلاف الدفاعية. من دول اختلاف الرؤى ووجهات النظر اتطور بينكم كازواج؟ لا لا في الاخر ممكن يوصل ايه سيد الموقف. ما تتكلميش معايا تاني. ممكن يفضل قافش يعني يومين مثلا بيبقى اللعب بالهجوم. بتهجمي انت في الحوار ولا لا؟ لا لا انا لا انا يعني بيبقى عندي وجهه نظر شويه، يقول لي ايه لا الماتش ده لازم يبقى فيه دفاع بحت. لا بره الماتش. لا ما ينفعش دفاع بحت. لا بره الماتش انا بسال في البيت في مساله وفي مشكله بتعملي بقى هجوم ولا بتحركي على حاجه؟ والله صدقيني بجد يعني تقريبا ما فيش اي مواضيع مهمه ممكن نتناقش فيها غير الكوره. يعني اي موضوع ممكن يعدي عادي. دي حاجه لطيفه جدا جدا. يعني اي موضوع ممكن بنوصل لوجهه نظر سريعه جدا وخلاص الموضوع. يعني تتفرجوا الصح الصح فينا يمشي يعني نمشي كده. يبقى فيه الاهل والاصدقاء وكده وفشار وبتاع ولا لوحدكم بقى؟ ما حدش يتكلم لوحدنا، خاصه لو صحابنا ما لهمش في الكوره قوي فبلاش يعني ممكن نبقى مع بعضنا. طيب ريهام، عايزه بقى اروح لك وانت لسه راجعه من قطر. ايه المختلف السنه دي المونديال في قطر عن المونديال اللي قبله؟ وايه مشاهداتك انت وانت لسه راجعه امبارح زي ما ايوه بالظبط سمعنا؟ انطباعك شفتي ايه المختلف؟ بصي هي كتنظيم طبعا التنظيم هايل جدا. فكره ان انا قعدت فتره طويله طبعا وحضرت كاس عالم في دوله عربيه وبالنجاح ده، التنظيم اماكن فان زون في كل اماكن في قطر تقريبا، تجمعات ايفنتات بتحصل لكل الجماهير، ايفنتات بتبقى متقسمه كمان او لكل الجنسيات اللي موجوده. يعني هتلاقي فرقه مغربيه بتعمل ايفنت، هتلاقي فرقه من كرواتيا بتعمل ايفنت. الاحداث كمان اللي قبل الماتشات يعني بره الاستاد نفسه في فان زون،
يقدر يدخلوا الجماهير طالما معاهم. الايفنتات ايه طبعها يعني؟ حفلات، حاجات للمشجعين، حاجات رسم مثلا، مسابقات، جوائز، كل حاجه تتخيليها يعني. بعد المباراه دايما بيكون في حفله للفريق الفايز مثلا. يعني لو فرنسا النهارده كسبت او الارجنتين بعد شر كسبت يعني. ايوه نتمنى فرنسا او الارجنتين تقريبا سيبك بقى ان احنا عايزين فرنسا. ايوه بالظبط. بيكون في دايما حفله للفريق الفايز، بيكون في مغني من الدوله دي موجود بيعمل حفله بعد المباراه. قبل المباراه زي ما بقول لك بيكون في ايفنتات وتجمعات في كل الاماكن في قطر. كل المواصلات العامه هناك ببلاش للمشجعين، بتقدري تركبيها بس بالفان اي دي اللي انت عاملاه على الموبايل بتاعك. تسهيلات في كل حاجه في الدخول والخروج، بوابات الاستادات طبعا كتير جدا لدرجه ان انت ممكن تدخلي من الملعب من بره لحد الكرسي بتاعك اللي انت بتقعدي فيه فاقل من نص ساعه. هو المشكله بس في الضغط على الدخول، لان طبعا الاعداد كبيره جدا طبعاً 70 80 وفي احيانا الناس بتقعد عدد كبير من الملاعب كمان يعني. في عدد كبير طبعا من الملاعب وكلها تقريبا ملاعب جديده باستثناء ملعب او اتنين. انا عايزه ارجع مره تانية لاسراء، عشان انت وبتتفرجي على الماتش سواء في البيت او في الاستاد حتى لو ماتش محلي يعني، انت مرتبطه؟ لا. طيب يا بتتفرجي لوحدك؟ لوحدي. طب قولي لي بقى ايه اللي يفرق في نظره الست عن نظره الراجل لتحليل الماتش؟ احنا معروف ان الستات دايما حتى لما بتروح مناسبه بتهتم بالتفاصيل. أيوة. يعني فستان فلانه الفازه اللي كانت محطوطه اصل مش عارفه كذا، الراجل بياخد الموضوع كده شقلوقه واحده على بعضه. فايه الفرق ما بين الست والراجل في نظرتها لتحليل الماتش؟ العاطفيه. ازاي؟ يعني انا ممكن ابقى متعاطفه قوي، يعني مثلا السنغال خرجت مصر مثلا. ايوه. انا كنت قاعده متضايقه جدا لو السنغال كسبت، مع ان هم يعني بلد افريقيا طبعا ليها يعني كل الاحترام وكل حاجه، بس انا زعلانه عشان هم خرجوا مصر، مع ان هم بيلعبوا كوره حلوه وبيلعبوا وبيفوزوا وبيتقدموا يعني وصلوا دور ال 16. بس لا، حاسه ان انا لا هم خرجونا، هم حرقونا. الرجاله انت شايفه الرجاله اقل عاطفه يعني؟ بكتير. لا بالعكس. لا خالص يا استاذه مها. انا بحس بالعكس، بحس الراجل لما بيبقى منتمي جدا جدا لفريق بيبقى بكل عاطفة. لا انا كان معايا اصحابي يعني كتير ولاد بيشجعوا السنغال جدا. ايه رهام عندها تعليق؟ لا انا معاكي، انا معاكي. لا الرجاله فعلا برضو عندهم نفس العاطفه في التشجيع جامد جدا، سواء للانديه المحليه او للانديه الخارجيه. لا خالص يعني، ممكن يكون مثلا بيشجعوا لاعب ما جابلهمش ولا بطوله طبعاً. ومتعاطفين معاه خلاص. احنا بنتكلم في نقطه التعاطف اللي شويه بتميز الست، لكن برضو من ناحيه ثانيه تركيز بصرها هي على التفاصيل الماتش وعلى اداء وعلى طريقه. بتكمن في يعني بلغه يعني الشيطان بيكمن يعني في التفاصيل. بنشتغل صحافه او بنشتغل تحليل، احنا بيبقى هو بيحكمنا الارقام والاحصائيات يعني. أيوة. الكره مهما اتكلمنا فيها في الاخر هي لغه ارقام. ف يعني بيفرق معايا الاحصائيات. تحليل مين اشطر، تحليل الرجاله ولا تحليل الستات؟ بتبقى موهبه، مش كل واحد، مش كل ناقد رياضي او ناقده رياضيه يقدر يحلله. طيب. وفي مواقف ممكن يبقى حد عنده باك جراوند بخلفيه تاريخيه مثلا، ذاكرته قويه جدا فبيربط الاحداث ببعض. هي بتبقى فروق فرديه. بس الستات ذاكرتها قويه، كنا بنقول في بوست. يعني ما انا بقول هي فروق ما فرديه ما بتنساش يعني. ابدا، بالذات عيوب جوزها بتخليه بترمي الحسنات. طيب نجوى مصطفى، رايك ايه اللي بيخلي اداء الفرقه يعني عدى حاجز المستحيل؟ الستات بتعدي حاجز المستحيل في حاجات كتير، اي مشكله تقف في ايديها بتحلها. هنا بقى اللعيبه ازاي عدوا حاجز المستحيل وفي ايه في رايك؟ الطموح. انا طموحي عاوز اكون فين؟ يعني مثلا دايما احنا كمنتخبات عربيه دايما بيقال عننا لما بنشارك مثلا في نسخ كاس عالم ان احنا بنكتفي بالتمثيل المشرف فقط المشاركه، ولكن الطموح اللي بيختلف من فريق لفريق هو اللي قادر على تغيير نتائجه. ومثلا منتخب المغرب انا كنت اتوقع ان هو كان ممكن لو قابل فريق غير فرنسا في النصف النهائي او في السيمي فاينل كان ممكن يوصل للنهائي. الطموح وفقط. يعني مثلا خلينا نقارن في البطوله دي مثلا بين تونس والمغرب والسعوديه. السعوديه حققوا انجاز عظيم جدا في افتتاحيه البطوله بالفوز على الارجنتين. هنا الثقافه والمنتاليتي، وده حافز العالم العربي برضو. طب ما احنا نقدر بالظبط، ولكن المنتاليتي والثقافه الفرديه بين اللعيبه هي اللي بتفرق. هم بنسميها بلغه الكره ناموا على الفوز ده. هم اكتفوا بيه وفقط، ما كانش عندهم الطموح ان هم لا نفوز الماتش اللي بعده ونتاهل لدور ال 16. نشتغل على النجاح ده ونعلى اكتر.
المغرب اكبر النقاد في العالم قالوا انه البرازيل والمانيا هيفوزوا عكس دايما البرازيل خالص. والمانيا من الفرق المرشحه للفوز باللقب، يمكن كانت مفاجاه لتاني بطوله على التوالي ان المانيا تخرج من الدور الاول. البرازيل كانت مفاجاه بس مش مفاجاه كبيره، لان خلينا نقول ان معظم الفرق اللي خرجت من الادوار الاقصائيه او الادوار الاولى الفرق الكبيره انا بسميها زي البرتغال اسبانيا البرازيل المانيا لعبوا بعنجهيه كرويه، ولكن كرة القدم الغرور برضه الغرور البرازيل فعلا. هو البرازيل نزل قدام كرواتيا احنا انا هخلص الماتش في اي وقت بالظبط، وكرواتيا منتخب منظم جدا في كل خطوطه فقدروا ان هم يعملوا ريمونتادا ويقلبوا الماتش. وعلى فكره ده اللي حصل كمان في ماتش السعوديه والارجنتين، هم كانوا بيروحوا نازلين حصه تدريبيه بالمناسبه صحيح. يعني داخلين احنا هنتدرب بس مش داخلين ماتش جدي، خسروا من السعوديه يعني في مفاجاه كبيره جدا. طيب مثلا لو بنتكلم عن النهارده مباراه النهارده، انتوا كلكم قلتوا مش عارفه ليه في اجماع لا. على اسراء قالت حاجه فرنسا. مهمه جدا، خلينا نفرق بين التوقع والتوقع. انا قلت توقعي ان الارجنتين تكسب، مش معناه ان انا بشجع الارجنتين بس. طب انت يا ضحى بنيتي توقعك ده على اساس ايه؟ على لعبهم، على المدروس ده بقى، على ميسي، على ميسي وعلى الدعم ولكن الموجود لميسي بالذات، والناس قد ايه عشان ده اخر مونديال ليه ولا ايه؟ واكيد حمزه قال كده يبقى بس خلاص. فرنسا عندها طموح مختلف تاني ان هي بتلعب ان هي تحافظ على لقبها بالظبط، وده طموح مهم جدا دي تشامب او اللعيبه عايزين يكرروا نفس الانجاز اللي حققوه السنه اللي فاتت. وعلى فكره تشامب مدرب فرنسا يعني تشامب سوري دي تشامب اصلا كان يعني اول لقب لفرنسا سنه 98 هو كان كابتن المنتخب بالظبط الفرنسي، وخد معاه اللقب في 2018 وهو مدرب وعايز يحقق يصنع تاريخه الخاص بيه. أيوة. يعني في رأيكم أريهام يعني إيه سبب برضو سقوط فرق كبيرة كده؟ أنتوا قلتوا الغرور، وإيه كمان؟ يعني هو كان دايما بيتباهوا بالفتنس العالية جدا محدش قدنا والعالم البلد. العربي لا لو هنتكلم عن الفتنس هو كان أعلى فتنس كوريا الجنوبية واليابان والاثنين خرجوا برضو من أدوار الإقصائية، ده كان أعلى فتنس. إيه اللي بيخلي بقى النتائج تخلف كده غير الغرور؟ الخبرة، كواليتي اللعيبة نفسها، الدوريات اللي هما بيلعبوا فيها، كل ما بتعلي بالادوار الاقصائيه ده يعني بيقول لك ايه يعني النفس الطويل. انا هكمل لغايه البطوله، السكواد اللي معايا يعني التيم اللي معايا هيكمل معايا لغايه النهائي ولا لا، ولا هيقع مني؟ ده بقى اللي بيفرق. وخبره اللعيبه زي بالظبط فرنسا ما عملت مع المغرب، يعني المغرب عملت شوط تاني كان فيها تيكي تاكا، اللي تيكي تاكا دي يعني لمسه وشوط على طول كده. أيوة. عملت شوط تاني من اروع الاشواط اللي اتلعبت في المونديال. انا عايز اسالك يا ريم باعتبار ان انت تطرقتي لفكره المغرب وفرنسا وده كان ماتش مهم، اسالي سؤالي لاي مدى انه في بعض الماتشات بتبقى رياضيه بس بتاخد ابعاد ربما تبقى سياسيه كتير. في بعض الاحيان ده بيولع كتير كتير لينا في امريكا وايران خير مثال، امريكا وايران والمغرب قدام اسبانيا والمغرب قدام البرتغال بالظبط اللي هي الدول اللي هو دايما كده كده صح. ده هدف جميل جدا. وفي كمان بقى حاجه لما يكون فيها وراهم نساء، يعني شفنا بقى تشجيع رولاندو زوجته وميسي بيعمل ايه، الاثر الدعم الزوجه وكل لعيب عظيم ورائع والام كمان الام. نرجع نشوف دور النساء مع لعيبه العالم. تتوقع مين اللي هيكسب في مباراة النهائي، أرجنتين ولا فرنسا؟ فرنسا. فرنسا أتوقع فرنسا. شايفة ممكن الأرجنتين يبقى ليها حظ السنة دي أكتر، برضو يعني كسبت آخر مرة كرواتيا وكناش متوقعين إنها ممكن تكسب، لأن أدائهم أحسن وفي آخر ماتش في المغرب كانوا بيلعبوا كويس، يعني بيلعبوا بخطة كويسة ودفاعهم كويس. من رأيك مين بيلعب أحسن، ميسي ولا مبابي؟ لا ميسي. مبابي. أتوقع مبابي. لا أنا شايفة مبابي، أنا بحب مبابي يعني مش بميل لميسي قوي يعني. ميسي برضو الماتش اللي فات جاب ضربة جزاء ما كانش اللي هو جون دي كده يعني، فأنا شايفة أنا مبابي أفضل. شرفتونا انتوا يا اسود، وان شاء الله العالم كله وراكم، العالم العربي والافريقي. الفريق المغربي رافع راسنا قدام الشعوب العربيه كلها. انا مغربيه واكيد هنشجع المغرب بلادي،
هو حد موفق ليهم، وبصراحه هما رفع راسنا كلنا العرب كاملين. وبشكر الشعوب العربيه كلها اللي وقفت معانا، وخصوصا مصر الشعب المصري، يعني لولا الجماهير دي كلها والشعوب اللي وقفت معانا ما كناش وصلنا للمرحله دي. هي هو مبروك علينا، هذه البدايه ومازال ما زلنا مع احلى ستات وبيحللوا طبعا يعني نهائي كاس العالم. وكان ليه سؤال قبل الفاصل، دور الست بقى ودعمها، يعني ميسي وراه زوجته رونالدو وامهات المغرب، يعني المراه سواء ام او زوجه ليها كان دور كبير جدا في دعم ابطالنا، ايه رايك؟ اه بصراحه كمان بالذات منتخب المغرب كانت مامه بوفال ومامه حكيمي، احنا كنا بنشوفهم بعد الماتش بيجروا عليهم ويحضنوهم، كانت حاجه مؤثره جدا، وبصراحه احنا نفسنا كنا بنبقى مبسوطين. وعايزه اقول لك ان احنا دايما كمان في ماتش مثلا البرتغال بنستنى نشوف جورجينا هتظهر، طبعا هنشوفها موجوده كلنا بنشوف لازم الست برضه بتبحث عن المراه دي. في اسئله كتيره جدا جايه على الصفحه، والصفحه ملاحظين بيقولوا ليه محمد حماد او محمد حداد لسه سائل على الصفحه بيقول ليش الستات كلها عايزه فرنسا تكسب؟ ليه؟ لا وانا بتكلم انا بشجع البرازيل، فبعد في اعداء شويه ما بين الارجنتين والبرازيل يعني. انت عموما بتشجع انا بشجع منتخب البرازيل، بس انا كنت متوقعه ان هيوصل النهائي فرنسا والبرازيل، بما ان فرنسا هي اللي وصلت للنهائي ففي لعيبه كتير يعني انا بحبهم في منتخب فرنسا. دي حاجه طبعا اللي متعاطفين مع الارجنتين عشان ميسي ده اخر مونديال ليه طبعًا. طبعا ميسي يعني سواء اللي بيحبه او ما بيحبوش طبعًا. ده امهر لاعب في العالم طبعًا. خاصه في اخر 12 سنه تقريبا كانت الكره الذهبيه محصوره ما بينه وبين رونالدو، يعني مودريتش خدها مره يتيمه وخلاص الباقي كله هو ورونالدو، فطبعا كله شايف برده ان دي يعني ختام لمشواره وهيبقى حلو قوي. بس فرنسا داخله وعندهم اصابات 6 لعيبه اساسيين وداخلين بسكواد يعني الاساسي عندهم زي الاحتياطي. أيوه. فريق متكامل بشكل رهيب. صحيح. فبس حلو قوي، يمكن هي دي وجهه نظري ان انا شايفه ان الفريق متكامل ويستحق يعني خطوطه كلها منظمه. بس أيوه. حلو يعني يملك ادوات تاهيله. لكن هنا انا زي ما قلت من شويه ان كان في بعض المباريات بتاخد ابعاد سياسيه وده بيبقى مخلي الجمهور في حاله ترقب مجوز الحقيقه. كمان انه في بعض الماتشات اخذت طابع انساني قوي زي ما كنا لسه بنتكلم موضوع الزوجات والاولاد واللعيبه وما بيشيلوا ولادهم، مع العلم طبعا في معسكرات بقى لهم فترات طويله جدا طبعا. فطبعا ولادهم وحشينهم وزوجاتهم وحشينهم، بس وطبعا ده بيدي انطباع عن الشعوب نفسها، خلي بالك كمان كجزء انساني زي موضوع الامهات في ماتش المغرب مثلا. ريهام انت كنت هناك، قولي لنا اغرب المشاهد اللي شفتيها الانسانيه في موضوع الزوجات او الامهات او الاطفال. هو بصي هو مش انساني قوي، بس هو موقف مضحك ان الست ست في كل مكان، يعني في ملعب بره ملعب هي الست بطبع الست موجود يعني. شفت في موقف يعني ده اطرف موقف انا شفته، زوجة اشرف حكيمي كان بعد الفوز بتاعهم وتاهلهم طبعا للدور نصف النهائي، هو طبعا راح مع زمايله بعد المباراه وبعد المكسب حيا الجماهير كلها في الملعب كله، واخر حاجه راح لها كانت زوجته، فالكاميرات طبعا لقطتها. بالظبط الكاميرات لقطتها وهي يعني مش قابله كلامه، يعني هو رايح لها بتقول له لا ما تكلمنيش، انت جاي لي انت جاي لي اخر واحده بعد ما رحت لكل الناس. قال لي بقى جاوب بتسال لي عليا، مالكش دعوه، لو مهتم تجاني، لو كنت مهتم كنت جيت لي اول واحده. يعني احنا في الفصل شفتكم ما شاء الله معانا 4 اعلاميات ورياضيات، ففاتحين الفيسبوك. اغرب تعليق شفتوه ايه؟ مين ما التشكيل التشكيل بتاع الارجنتين، يعني في ناس بيقولوا ان الارجنتين نازله بتشكيل تقطيع عشان يخلصوا الماتش بدري. ونجوى عندك تعليق قريتيه غريب؟ يمكن بشوف دعوات للمصريين علشان ميسي يكسب اللقب النهارده. دي يمكن التايم لاين كله من الصبح. انا كنت شايفه حد كاتب منتخب فرنسا منتخب الجزارين، يا رب هم داخلين، مش حقيقي ده منتخب الشياكه والاناقه. وريهام بصراحه انا دخلت شفت التشكيلات بتاعه المنتخبين، فاللي هو تحسي ان المنتخبين داخلين تشكيلات رهيبه، انك ميت وانهم ميتون خلاص، يعني حرب يعني تشكيلات غريبه. التشكيلات مش غريبه، يعني تشكيلات هجوميه اكتر ما كنا فاكرين. كنا فاكرين ان هيبقى في تحفظ ممكن من الفرقتين شويه، لكن الداخلين خلاص يعني انا يعني هموت هي موته واحده يعني، فلازم اكسب النهارده واحده. انت شرقاويه صح؟ ايوه
اصحابي شرقاويه يعني صيادله مصريه صح واحده. وعايزه اسالك حاجه، واحنا بنتكلم كده قاعده بفكر في يعني في منتخب المغرب ومنتخب السعوديه، في منتخبات عربيه كتير تونس يعني وتونس طبعا وصلوا لكاس العالم، ايه اللي ناقصنا هنا في مصر كمنتخب مصر عشان نوصل للمونديال او نوصل لكاس العالم؟ التخطيط والاداره، الرغبه في التخطيط بشكل علمي مدروس، ولكن العشوائيه لا تؤتي باي ثمار ولا اي نتائج ايجابيه طبعاً. للاسف السنين اللي فاتت كان ملف الكوره بيدار بعشوائيه شديده، حتى يمكن كان في مفارقه ان الجمهور كان بيتابع معسكر المغرب لما حقق النتائج ووصل للسيمي فاينل، كان بيقولوا بيقارنوا بينه ومنتخب مصر في كاس العالم في روسيا 2018، بيقولوا ايه، بيقولوا احنا ما شفناش فنانين مغربيين في المعسكر، ما شفناش زوجات واهالي اللعيبه معاهم في المعسكر او بيتصوروا معاهم. للاسف دي كانت بعض الاعتبارات السلبيه اللي كانت بتحصل مع منتخبنا، مثلا في اقرب حاجه كانت في كاس العالم في روسيا 2018. التخطيط، احنا يمكن منتخب المغرب اللي حصل ده، قلت قبل كده ان ده ما كانش نتيجه مفاجاه او من لا شيء، هم بيخططوا لعمل منتخب محترف سواء كره القدم الرجاليه او النسائيه من اكتر من 5 سنين. ده سيناريو موضوع بيشتغلوا على ده، ويمكن كان القائمين على الاتحاد المغربي في كاس العالم 2018 قالوا انتظروا منتخب. كان ليا صديق صحفي مغربي في اول ماتش كان ليهم قدام كرواتيا، انا كتبت بوست قلت ان الماتش ممل، هو قال لي لا ده تكتيك وخلينا ننتظر الماتشات الجايه. فعلا هو كان عنده ده بيبقى مقصود بالظبط، ان انا اقعد العب براحتي افرهد الفريق الثاني ما بفهمش احاول. هم كانوا مخططين للوصول لابعد من دور المجموعات. بس انا عايزه الجزئيه دي، اولا احنا عندنا في مشكلتين تانيين، ان احنا الانديه بتتمسك باللعيبه جدا وهم صغيرين فبيرفضوا اي عروض احترافيه، وده اللي بيعمله بلاد يعني شمال افريقيا بيطلعوهم بدري بدري. اولا ما فيش العقود الماليه الضخمه اللي بتخلي اي لاعب في مصر مش عايز يسافر بره ولا يتعب. دي حاجه. الاهتمام بقاعده الناشئين، ما فيش لاعب مهما كانت نجوميته بقى في المنتخب الاول، يعني سواء محترفينا كلهم صلاح النني حجازي اي لاعب، مفيش لاعب اكبر من منتخب مصر. أيوة. يعني مش هنلاقي حكيمي ولا حكيم زياش ولا النصيري ولا ياسين بونو وفد من الوزاره راح يستقبله عشان جاي من مطار ينضم لمعسكر بلده. ولا هتلاقي لاعب كامل لازم يبقى في تخطيط من الناشئين دلوقتي، في تخطيط وفي اراده الدوله دلوقتي، كابيتانو هتبدا اهي خلاص، وفي اراده من الدوله للحفاظ على الناشئين واكتشافهم بدري. عندنا يعني في شغل جامد على ارض الواقع. خلينا نقول يعني سؤال ليك يا ريهام، كاس العالم اللي جاي 2026 هيبقى 48 فريق، نستعد ازاي يعني نعرف نوصل ان شاء الله ازاي؟ كتير طبعا. اولا المفروض احنا 9.5 يعني المقاعد لينا 9.5 زادت بقى 10، 9.5 النص ده بيبقى مع اسيا، زادت بقت 10.5 عشان منتخب المغرب وصل للسيمي فاينل، فده على المقاعد بتاعتنا. ما ينفعش ما نخشش، بس لازم نخطط من دلوقتي، ان احنا يعني المغرب بصراحه احرجت الدول العربيه كلها في حكايه التمثيل المشارك او علت سقف التوقعات زي ما قالت ايمان، لا واحرجت كمان الدول العربيه ان هي تروح تكتفي بالتمثيل المشرف، ان انا اروح العب 3 ماتشات او العب الماتشات التمهيديه وارجع. لا هي حطت افاق جديده، حطت فكره جديده خالص، صح، وهنقدم مباريات صح. أيوة. يبقى بلاش ندخل في تصفيات احسن يعني. لو حد عنده سؤال انا عندي سؤال بس، انه المونديال ده بدانا نسمع فيه شويه مصطلحات رياضيه جديده كنا اول مره، يعني انا هنا العنجهيه الكرويه سمعتها منك ودي يمكن كانت موجوده قبل كده، انا ما اعرفش من اللي كلاحة، لكن هل في مصطلحات جديده كلاحه الرياضيه كلاحه ده كان بيقولوها على منتخب كرواتيا بالمناسبه، منتخب كرواتيا كان بيتقال عليه الكلاحه الكرويه لان هم كانوا بيلعبوا شويه نظام دفاعي جدا، اللي هو تكتيك خلص على المنتخب اللي قدامي وفي الاخر اتطبقوا جدا اللي قدامي. ايه في مصطلحات لفتت انتباهكم جديده ومستحدثه في عالم الرياضه في المونديال ده على مستوى العالم؟ ممكن مش قوي مصطلحات، بس ممكن اقول لك ان طريقه اللعب الجماعيه كانت مسيطره بشكل كبير جدا على المونديال ده. صحيح، ما بقاش فيه اللي هو النجم معتمدين
على هو دايما في نجم لازم بيفرض طبعاً. نفسه طبعا بتبقى موهبته استثنائيه يعني، فاحنا غصب عننا بنعتبر هو الايدول بالنسبه لنا. ايوه بس في المونديال لا، طريقه اللعب الجماعيه كانت مسيطره جدا. الموهبه كفايه الاستثنائيه دي، الواحد يبقى ربنا مديله موهبه مش كفايه بس بيفرق مع اللعيبه اللي معاه في الملعب. يعني مثلا السنغال كان ساديو ماني ما كانش موجود، وناس كتير جدا توقعت ان هم مش هيعملوا منتخب كويس، بس لا يعني عملوا منتخب كويس رغم ان هو نجم المنتخب. المغرب كمان كان منتخب جماعي. كريم بنزيما، كريم بنزيما غاب عن فرنسا وعادي. طب انا عندي سؤال ممكن يكون ملوش علاقه بالموضوع بس ليه علاقه بخطه اللعب في الخلافات الزوجيه جوه البيت. العلاقه بين الراجل والست هجوم ولا دفاع ولا كلمه بقى من كل واحد، هم اللي كانوا متجوزين هم اللي يقولوا ان انت تعرفي تقفلي المساحات. ايوه وتهاجمي ليه نجوم بس هي ايه نجوم؟ لا لا مش حرب طبعا، انا بدافع بس دفاع، انا بدافع بس. وهريهام لا الحمد لله مش متجوزه. لا مش عارفه انا لسه باخد نصايح، ريحه حلوه عجبتني بدايه على الشمال يبقى باخد نصايح لسه. لا هو الست ست في اي موقف لازم هدوء وتمتص. طيب لو كلمه اخيره من كل حد فيكم النهارده عن توقعاتكم للنهارده عن الماتش وعن الكوره والرياضه عموما. انا شايفه ان احنا هنشوف ماتش عظيم يليق بسمعه المنتخبين، هيقدموا كوره اتوقع ان هي احنا هنكون كمتفرجين الرابح الاول فيها، لان احنا هنستمتع بكوره سريعه بكوره فنياتها عاليه. انا شايفه ان ايا كان بغض النظر بقى عن التوقعات والاماني، ايا كان الفائز هيكون يستحق اللقب، لان الفرقتين عملوا مشوار كان مهم في الادوار التمهيديه او الاقصائيه. ايا كان الفائز هنقول له شكرا وشابوه. انا بصراحه يعني انا دايما بشجع فرنسا، بس مش هتضايق لو ميسي مش الارجنتين، ميسي خد البطوله يعني تتويجا لمشواره. الناحيه الثانيه انا نفسي جدا برضو فرنسا تاخد، عشان جيرو مهاجم فرنسا وكان بديل كريم بنزيما لما اتصاب، هو نزل 37 سنه وبينافس على لقب الهداف، ويعني هو ليه حدوته كده انه كان دايما بينتقدوه وان هو مش مؤثر، وان هو بالعكس ده هو اللي شايل منتخب فرنسا دلوقتي. ما شاء الله عليك. ريهام انا شايفه ان بالتشكيلات واللي احنا شايفينه هتبقى مباراه قويه جدا تليق بواحده من النسخ الاستثنائيه في المونديال طبعا، واللي بتستضيفها دوله عربيه. فاتمنى كتمني فرنسا تكسب، وعلى الورق اصلا السكواد بتاع منتخب فرنسا اقوى كتير جدا من السكواد بتاع المنتخب الارجنتيني بالظبط. لا السكواد فرنسا فعلا اعلى بكتير، واسماء اللعيبه فيها اكتر وامهر واكبر بكتير. يمكن الارجنتين فيه ممكن تقدري تقولي 3 او 4 لعيبه هم الاكبر، مارتينيز وانخيل دي ماريا. اسراء فرنسا خرجت الارجنتين في المونديال، اخر مونديال بتاع روسيا. ان شاء الله هيخرجوهم النهارده يعني. ختمتها جميله. لا ستات مش عاطفيين بس، لا في دماغ شغاله وبتحسبها. نشكركم وشرفتونا ونورتونا. الستات بيعرفوا يحللوا ويشجعوا ويتكلموا ويفكروا، مش عاطفيين بس الحقيقه، وما يعرفوش يكذبوا كمان. خلينا نطلع فاصل، وعندنا فقره عن صعوبات التعلم وازمه تاخر النطق عند الاطفال. هكون معانا دكتور منى الشيخ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. احنا مكملين من موضوع الاسبوع اللي فات عن تاخر الكلام. النهارده هنضيف بعض المعلومات للموضوع، وهنسال هل تاخر الكلام ليه علاقه بصعوبات التعلم ولا دي حاجه ودي حاجه. امتى نقدر نقول ان الطفل ده عنده صعوبات في التعلم؟ من سن كام سنه وايه الاعراض؟ صحيح ان اكتشاف صعوبات التعلم بدري بيساهم في علاج كتير من الحالات. طب ايه الاسباب وصعوبات التعلم، اسباب صعوباتها ايه؟ هنتعرف اكتر مع ضيفتنا دكتور منى الشيخ، استاذه الطب النفسي بطب الاطفال والمراهقين جامعه عين شمس. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتوره منى. اهم الدكاتره في هذا المجال منورانا. يعني ربنا يخليكي. شكرا جزيلا. خطوه عزيزه طبعا، وموضوع حقيقي مهم. ويعني احنا لايف يا منى. احنا لايف. اتفضلي قولي. انا خدت طبعا اسئله الناس على مدار الفقره. انا عارفه ان في امهات كتير جدا بيبقى شاغل بالهم الموضوع ده. تواصلوا معانا، واي اسئله دكتوره منى ان شاء الله هترد عليها في اللايف، او لو بعد كده كمان اذا حضرتك تكرمتي تواصلي مع الصفحه وردي على الناس بعد كده. انا عايزه اسال في البدايه، ايه الفرق ما بين صعوبات التعلم وبطء التعلم وسبب الاثنين؟ هو لو هنتكلم الاساس او زي النظره الاعم او الامبريلا الكبيره، المظله الكبيره اللي مغطيه كل حاجه، هي مشاكل التعلم. ان
ابني في المدرسة مش قادر يمشي كويس، مش قادر يحصل مظبوط، بقعد وقت طويل قوي على ما اعرف اخليه يحصل حاجة، والمدرسين كلهم بيشتكوا او كده. ده الاساس، احنا عندنا مشكلة في التعلم. مشكلة في التعلم دي قد تكون صعوبات تعلم، بمعنى انه عنده مشكلة محددة في القراية او في الحساب او في الكتابة، دي بنسميهم زي ديسلكسيا او ديسكالكوليا اللي هو عسر القراءة او الديسلكسيا او الكلام ده كله. هو طفل ذكائه كويس طبيعي جدا، بيتعامل كويس قوي، نيجي على مادة هو مش قادر خالص. في على الجانب الآخر بطء التعلم، بطء التعلم اللي هو درجة الذكاء مش في المتوسط. أيوة. المتوسط بتاعنا اللي هو من 90 إلى 110 درجة، عشان في ناس كتير قوي بتقول ده درجة ذكاء وده جايب 90%، ده جايب 85%. هو للأمانة هي مش نسبة، هي درجات. فما الطفل يكون جايب من 90 ل 110 ده متوسط الذكاء. اما الطفل يكون جايب اقل من كده، مثلا من الدرجه من 70 الى 90، هو مش نبيه، يعني مش هيقدر يذاكر قوي، مش هيقدر يقعد قوي، درجاته هتبقى دايما في المتوسط، اقل من المتوسط. ده اللي بنقول عليه بقى بطء التعلم، ان هو محتاج اعاده كتير، محتاج طريقه مختلفه شويه. طب دكتوره منى، طبعا برحب بيكي مره ثانيه. اهلا يا فندم. وعايزه اعرف من حضرتك، حضرتك قلتي في كذا حاجه، في كذا شكل لصعوبات التعلم زي الديسلكسيا، او ايه تاني، ايه الحاجات، او امتى اعرف انتبه اشوف ان ابني عنده مثلا صعوبات في التعلم، عشان من عمر قد ايه؟ لا، هي حتبان لو عشان نلقطها من غير ما نتوتر قوي او نخاف او نبدا يعني نوتر الطفل قوي. أيوه. مجرد ما بنبدا التعلم الرسمي، هو مجرد ما بنبدا ندخل المدرسه، معظم الوقت المدرسات بيلقطوا كده. ولكن قبل ما نقول ان الطفل عنده صعوبات تعلم، اول حاجه لازم اطمن ان الطفل بيسمع كويس، ان الطفل ما عندوش مشكله في البصر، ان هو مش طول النهار قاعد على الموبايل، فما يجي يبص على السبوره او كده نكتشف انه عنده ضعف في البصر جامد. رقم ثلاثة انه درجة ذكائه كويسة. لما بنلاقي درجة ذكائه كويسة وداخل مدرسة المفروض انا مدياله كفاية، انا معلماه كويس، وفاجأ انه يا اما هو عنده صعوبة جدا في قراية الكلمات او في حفظ المفردات او الفوكابلوري او الكلام ده كله، يقعد وقت طويل جدا فيها، ده هنسميه اقرب الى عسر القراءة او اللي هو الديسلكسيا. لما الطفل يكون مش كويس قوي في القراية، مش كويس قوي في الكتابة، بس عنده مشاكل في الحساب، رياضيات، ماث، يقع بقى أرقام ما يلخبطها في بعض، يونتس وتنز أو أحاد وعشرات ما يعرفش يجمعهم، تايه في القصة دي خالص، لكن هو ماشي كويس في بقية المواد، هنقول ده عنده ديسكالكوليا أو اللي هو عسر الحساب، أو ديسجرافيا أن هو الكتابة عنده متلخبطة تماما، هو ما يعرفش يقرأ أو يكتب. بيبان قوي كي جي 1 كي جي 2، هو مش قادر يحصل الحروف، وبتبقى واضحه قوي بالنسبه لنا، بس من غير ما المامهات تقلق. ميرور ايمج، هو ثلاث ارباع الوقت ما يلقطش اليمين من الشمال، فتلاقيه كاتب العربي مكانه بالانجليزي، كانه زي المرايه. طيب دكتور منى، من غير ما الامهات تقلق، لكن في حل للموضوع ده، هي تتجه لفين بقى؟ هل بتعمل اختبار للاي كيو بتاعه، ولا بتتعامل مع المدرسه؟ الامهات اللي بتسمع حضرتك النهارده وعندها الحالات دي تعمل ايه؟ اول حاجه يعني نصيحه لكل الامهات، احنا مش في صف والمدرسه في صف، احنا مش بنتخانق مع بعض، بالزبط. احنا المفروض فريق واحد عشان نوصل بالطفل كويس. فاما المدرسه تقول انا قلقانه من حاجه، لازم كأم هقلل شويه من الخطوط الدفاعيه بتاعت ابني ما فيهوش مشكله، كويس وزي الفل ما فيهوش اي حاجه، بالظبط. هي دي اللي بتاخرنا كتير. هبدا افكر طب ما يمكن في حاجه. دي اول حاجه. اول تقييم لازم نعمله هو ان احنا نشوف درجه ذكاء الطفل، اخباره ايه، وان هو ما يكونش عنده مشاكل سواء في السمع او في الابصار، ان الدنيا ماشيه كويس. هتبان لي كأم ببساطه اني لو قعدت مع الطفل هنشرح درس، وانا متاكده انه منتبه، ان في اطفال كتير قوي عندها فرط حركه ونقص انتباه، هو مش جايب يعني 70% من اللي انا بشرحه، فكده الاي دي اتش دي اللي هو الاي دي اتش دي، بالظبط. فمع انه يعني يبقى باين ان ايه ده، هو مش بيعرف يقرا ومش بيعرف يكتب، بس هو ما جابش 70%، هو قاعد يا بيفرك يا بيلعب يا مش مركز يا سرحان، فبالتالي انا ما اقدرش اقول ان هو حصل ثم ما قدرش يطلع. فاحنا ما هنقعد مع الطفل درس واحد
وهقعد معاه متاكده انه تركيزي معاه تركيزه معايا ومركز. وبعدين بعدها بشويه لقيته لا احنا يعني زي ما نسميها كده ابيض مفيش حاجه خالص. هنا من ابدا من بقى من كلام حضرتك ده معناه انه مش كل طفل عنده بطء او صعوبات تعلم بطريقه او باخرى هو محدود الذكاء، لكن اي محدود ذكاء بيبقى عنده صعوبات في التعلم. خلينا نقول انه من البدايه هل المساله عضويه، هل المسألة ليها علاقة بمراحل الحمل أو خطأ حصل أثناء الولادة، هل هي نتيجة مشكلة في التواصل ما بين الطفل وأهله في البيت أو مسألة سلوكية أو ليها علاقة بالبيئة المحيطة أو سلوكيات مكتسبة، إيه المشكلة؟ العطل جاي منين عادة؟ هي ليها أسباب كتير قوي، بس اسمحي لي بس في حتة أنه أي حد محدود الذكاء لكل الممهات محدود الذكاء بمعنى أنه مش هيبقى ماشي حلو قوي في الدراسة أكيد. ولكن عنده مليون نقطة قوة نقدر نعتمد عليها عشان ما نخليهوش دايما متوتر. مهارات، عنده مهارات، مهارات أو نقاط قوة أو يقدر يعمل حاجة مختلفة تماما. فحتى لو ما كانش رائع في الدراسة عندنا مليون مجال صحيح. اخر يثبت فينا صحيح. عشان دايما بيبقى عندنا مشكله في انه لا هو مش شاطر مش نبيه او ممكن يفهم يبقى طريقه التدريس مش مناسبه لنوعيه الطفل ده او شكل استيعابه. يعني انا لو مثلت له الحاجه هيفهمها وهيستوعبها وهيبقى كويس، انما لو قلتها له بشكل اكاديمي او قلت له احفظ هو مش بتاع حفظ مثلا. فطريقه التدريس نفسها ممكن تختلف. طريقه التدريس نفسها بتبقى مهمه جدا للاطفال اللي عندهم صعوبات تعلم صحيح. عشان نتفق لو في الاول اسباب صعوبات التعلم كل الامراض النفسيه بالذات عند الاطفال والمراهقين اساسها وراثي. وراثي بمعنى مش الاب او الام عشان ما نتهمش بعض، وراثي بمعنى انا بتولد باستعداد للمرض ده استعداد وراثي. فهنلاقي يا في الاعمام يا في الاخوال يا في الجدود يعني بالظبط استعداد جيني من وهو ان حد ما كانش ماشي رائع في الدراسه اثناء الحمل. ودي فتره مهمه جدا لكل الامهات، الام مش مسؤوله عن نفسها، مسؤوله عن نفسها ومسؤوله عن البيبي اللي هي هتطلعه، وبالتالي لازم ناخد بالنا من النوم، لازم ناخد بالنا بالفيتامينات، لازم ناخد بالنا من ما نتعرضش لدخان سجاير كتير. الفوليك اسيد والنبي والفوليك اسيد والحديد 100% مطلوب. يعني نراعي الفتره بتاعه اثناء الحمل دي عشان دي مسؤوليه كبيره، ان طبعا اي حاجه بتحصل اثناء الحمل ممكن تاثر مشاكل الولاده والصفرة، مشاكل الزوجيه اللي في البيت دي بتاثر، مشاكل الزوجيه اللي في البيت بالذات الضغط النفسي، تشتيت الانتباه ده والحاجات دي كلها. بداوا يكتشفوا فعلا ان الام اما تكون متوتره قوي الطفل بيتولد عصبي جدا متوتر قوي. لكن الحمد لله ملهاش علاقه بصعوبات التعلم قوي، لكن بتبقى دايما مشاكل سواء حصلت بيولوجيه اثناء الولاده او بعد الولاده. الطفل دخل حضانه قعد فتره نقص اكسجين اثناء الولاده ممكن يدي نفس الحاجه. دكتوره منى، احنا اسئله في الصفحه كتيره جدا جايه. في سؤال بتسال بتقول انا ابني كويس جدا وهادي بس ذاكرته ضعيفه جدا جدا في الحفظ، اتعامل معاه ازاي؟ كويس جدا وهادي، دي حاجة رائعة. أول حاجة هندور عليها، معلش عشان يعني يمكن ده بيضايق الماماهات، ان اول حاجه طب نطمن على درجه الذكاء. انا عارفه انه كويس، انا عارفه انه ذكي رائع وفعلا حلو، ولكن لازم نكون عارفين بنعمل اختبار ذكاء عند اي كيو تيست بالظبط. اي كيو تيست ده مقنن رسمي بمعنى انه لا الاخصائيه تقدر، هو بيعملوه اخصائيين نفسيين سايكولوجي، لا يقدر يغير كلمه ولا يقدر يحط كلمه ولا يقدر ما يصبرش على الطفل. ده حاجه مقننه تدينا الارض بس احنا نعرف احنا واقفين فين. احد الـ زي اللي هي المقاييس الفرعيه بتاعه اختبار الذكاء بتبقى الذاكره العامله. أيوة. الطفل قد ايه يقدر يركز فيها. لو انا هتكلم طبيا لازم نتاكد ان الطفل فعلا منتبه، ان ما يكونش عنده حديد نقص حديد وعنده انيميا فده بيخلي الذاكره متلخبطه، نقص فيتامين دي فيبقى دايما كفيتامين د بيبقى دايما تعبان ومنهك والقصه دي، وانه الوقت اللي احنا بنذاكر له فيه وقت يعني كويس للطفل مناسب. ما يبقاش الام هو قدامي ربع ساعه دي قبل ما ادخل المطبخ او يلا بسرعه عشان لازم الحق اخوك التاني. لازم ندي للطفل وقته ويبقى التعلم ممتع بجوده الوقت. دكتور منى، دلوقتي ناس كتير بتسال على الصفحه برضو فكره اثر الموبايلات والسوشيال ميديا على دماغ الولاد والتحصيل والتنبيه وفرط الحركه كل الحاجات اللي حضرتك قلتيها دي بيكون بسبب الاستخدام كتير للموبايل.
استخدام الموبايل يعني بصوره مكثفه من الحاجات اللي بتقلل جدا الانتباه والتركيز عند الاطفال. نصيحه حضرتك ومن سن كام سنه نبتدي؟ يعني انا لو هقول لحضرتك اول حاجه، اول سنتين من العمر ممنوع الطفل يتعرض لاي نوع من انواع الشاشات باي صوره من الصور. ما نخليش الطفل عشان اركز في حاجه تانية احطه قدام التلفزيون وانساه. ان ده بيقلل حجم التفاعل حتى مع البيئه اللي حواليه. من سن السنتين الى سن الست سنين من حقنا ندي ساعه للطفل شاشات يوميا. سامعين يا امهات؟ سامعين اللي بتكبروا دماغكم لكل الشاشات مش للموبايل، للتلفزيون واللابتوب والايباد وكل حاجه ساعه في اليوم. من ست سنين الى 12 سنه لينا ساعتين في اليوم. ده حقيقي. طب اسمح لنا ايمان عندها سؤال، بس هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع نكمل حوارنا مع دكتور منى الشيخ. ورجعنا تاني مع دكتور منى الشيخ. مها لسه كنت بكلم مها دكتور منى الشيخ، وطبعا استاذ طب الاطفال المراهقين بجامعه عين شمس. وكان المورال او اختصار اللي قلناه، حضرتك قلتي الموبايل قبل سنتين ممنوع، من سنتين لستة ساعه واحده، من 6 ل 12 سنه ساعتين، من 12 سنه هو يقدر يعني يدرك المخاطر ويخلي باله من نفسه ويخاف على نفسه. ايمان كان عندها سؤال. كنت عايزه اروح لنقطه مهمه جدا برضه عشان الامهات ما تقلقش. احنا قلنا انه اللي عنده بطء تعلم خلاص هو يعني، او اللي هو عنده يعني بطء تعلم خلاص احنا قلنا خلاص هو تمام في منطقه معينه، لكن صعوبات التعلم اللي عنده صعوبات تعلم بيبقى في منطقه الذكاء اللي هي المتوسطه او العالي او اعلى من المتوسط. يعني ما هوش ذكاء ومش محدود. لا لا لا، كل الاطفال اللي عندهم صعوبات تعلم سواء عسر قراءة أو ديسكالكوليا، هم يعرفش يحسب أو ما يعرفش يكتب، عطلان في حتة يعني معينة بالضبط، هو لازم يكون درجة ذكائه يا في المتوسط يا عالية يا أعلى من المتوسط، لكن ما هياش قليل. لا يمكن، لو أقل من كده أوتوماتيك ما نقدرش نقول عليه صعوبات تعلم. أنا كنت بكلم حضرتك في الفاصل على أنه كان في حالة يعني أنا أعرفها، الولد ذكي جدا، المشكلة أنه هو مالوش في التعليم، لا عنده كراسة ولا عنده قلم ولا مستعد يكتب ولا بيحفظ، بس بيفهم كويس قوي. ده لما دخل الجامعة سقط في كل المواد، فكان دخلوا حاجة ملهاش علاقة بالكتابة والقراية والكلام ده، فنجح جدا. الحالة دي هل هي متكررة كتير؟ يعني ده ممكن أمهات تدركوا أنه تقولك لا لازم يدخل جامعة ولازم يذاكر ولازم يجتهد؟ مفيش حاجة اسمها لازم بتهيألي في حالة زي كده. لا، هو مفيش حاجة اسمها لازم فعلا، ولكن عشان أكون صادقة، الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم بيقدروا يتحسنوا. هو مشكلة الطفل ده بتبقى أنه ما يقدرش يركب حرفين على بعض. يعني أنا عشان أعرف أقرأ أسد لازم أحط أسد بعدين تتركب في دماغي أسد، وتيجي في دماغي صورة ذهنية أنه أسد بالضبط كده، يبقى أنا قريت كلمة أسد. مشكلة الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم أنه ما بيعرفش يعمل بلاندينج، ما يعرفش يدخل الحرفين على بعض، فهو عارف أن دي ألف وسين ودال، بس دي معناها إيه ما يعرفش، فما بيعرفش يركبها ويعمل المعنى. مع الوقت ومع العلاج فيه كتير جدا بتبقى بيستخدمه أكتر الحواس الأخرى. يعني الطفل ده محتاج أنه هو يلمس الحرف، أصقصه شوية، نعمله بجليتر أو نعمله بحاجة خشنة، نحط صينية مثلا رمل، بلاش كنا أيام زمان بنقول صينية رز، دلوقتي صينية رمل، ونكتب الحرف نعمله بالصلصال، هيبدأ نوعا ما كأنه بيتعرف على الحرف ويتعرف على الدمج بتاع الحرف بطرق بحواس مختلفة، فتقدر تدينا طبعا قدرة أكتر. ولكن هيبقى أنه في الأول وفي الآخر مفيش حاجة مستحيلة أبدا. كل طفل ليه قدرة معينة، والأم أكتر واحدة بتبقى قادرة تلقط الطفل ده وتكتشف ده وما تحطمش فيه. أنت مالكش في التعليم، أنت مالكش في البتاع، لا يعني هو دي إمكانيات بالظبط. ماليش في التعليم، هل ماليش في القراءة والكتابة؟ يبقى هدور على حاجات ليها علاقة بالرياضيات بالظبط. ماليش علاقة بالكتب والكلام ده كله، يبقى هدور على حاجة براكتيكال. تمام. طب دكتورة منى، برضو أسئلة كتيرة من الصفحة. في هبة سائلة بتقول إن ابنها عنده 3 سنين ونص لسه مش بيتكلم، بس بيقول مقاطع من كلمات، هو بياخد اوريدي تخاطب في الحضانه بس بيتقدم ببطء شديد، هل هو محتاج جلسات زياده ولا يروح اماكن رعايه نهاريه؟ هو تشخيصه حرمان بيئي.
اوكي، ده فعلا هي دي نقطة مهمة جدا. فكرة ان الاطفال الصغيرين بيجي فترة ما بيقدروش، يمكن مش برضو مش هنحط اي مسببات، ولكن للمامهات اللي لسه اولادهم صغيرين، قد ما نقدر قد ما نقدر نقفل كل الشاشات، موبايلات وتلفزيون والكلام ده كله، عشان الطفل اول سنتين ما يقومش مسحوب بيتفرج على التلفزيون او بيتفرج على الموبايل وينسى ينمي اللغة. مهم جدا بالنسبة للأم دي، انه دي ليها فيها يعني مثلا دي بتبقى تأثيرها ايه فعلا، فيها الكترومغناطيكس او كده بتأثر على خلايا المخ السوشيال ميديا او الموبايل؟ لا، هي بتقلل بس سرعه الانتباه والتركيز والتفاعل مع الناس. يعني الشاشات بتتغير بسرعه عاليه جدا، يعني على حسب الفيلم اللي هو بيتفرج عليه. ده يعني سفنجه بيضه كده او صفحه بيضه انت بتمليها، يعني بتسيبيه بقى يتمليها بالاشياء الغريبه والهايبره والحاجات دي، ولا هتعلميه حاجه كويسه؟ هي الفكره في يعني قدرته على تقبل السرعه، يعني اما بيتفرج على التلفزيون او كرتون الشاشه بتتغير ما بين 30 ل 60 مره في الثانيه. واللغات حضرتك، ده انا هشوف العيال بيتكلموا صعيدي وفلاحي وانجليش وانجليزي والكلام ده كله، ما يتكلموش عربي. اما هنقفل بقى الموبايل ونقول للطفل ركز مع مامتك وهي بتقول ماما او بابا، ايه الملل ده؟ ما انا متعود على الحاجه السريعه، هركز ليه في ده؟ فبيفضل طول النهار اسهل له ان ياخد حاجه سريعه شيقه عن ان انا اقعد اركز بالصور وبالحركه وبالحاجات دي، صور وحركه واكشنز ومتحركه بسرعه. فمامتي بالنسبه لي حد بطيء. ما هو ده يخلينا نسال برضو يا دكتوره، هل احنا هنا محتاجين ان احنا نطور وسائل التعلم علشان تبقى بديل صحي وامن عن الموبايل وعن التاب والحاجات دي كلها، ولا لا؟ لانه وبرضو نقطة تانية مهمة، انه الطفل قاعد عمال يتلقى يتلقى يتلقى، لكن هو نفسه مفيش اي رد، ما بيديش اي حاجة، وبالتالي هو عطلان مهما تلقى، هو موجود عنده في الذاكرة او موجود عنده في الباك مايند، لكن فين التطبيق ده؟ فين الممارسة؟ عشان كده هل محتاجين نطور طريقة اللعب؟ أيوة، ولكن برضو عشان المامهات ما تحسش انها مضغوطة، مجرد انه ابنها يبقى معاها في المطبخ وتطلع بصل وطماطم وخيار ونتكلم، ده لعب. مجرد انها تدخل الاوضه وتروق السرير وتقعد تلعب معاه، ده لعب. مجرد انها تبص في عينه وتزغزغه وتضحك معاه، ده لعب. كانه مش نطور حاجات ولا نجيب لعب غاليه ومكلفه قد ما محتاجين ان احنا نتفاعل، نركز معاهم، ندي زي ما حضرتك كنت بتقولي دلوقتي كواليتي تايم، اديله وقته، ابص عليه، اركز معاه، اضحك له، نلعب. مجرد نلعب وبحاجات اللي موجوده في البيت، عشان ما نجيش بقى نقول ده منعزل ومتوحد مع نفسه في الاوضه ومش عايز يبقى اجتماعي. لا، انت بتشركيه في حاجات خلال اليوم طول الوقت، ان هو يشترك في الحاجات دي بيساعد انه بقى فيه خلاص البوندنج، زي اللي هو الالتحام ما بينه وبين مامته والالتصاق بمامته، فبدا يبقى نوعا ما مطمئن اكتر. عايزه اسالك، في اسراء نصار سأل على الصفحه دلوقتي، بتقول ابنها عنده سنه وثلاث شهور ولا بيزحف ولا بيمشي ولا طلع اسنان ولا اي حاجه، امتى الواحد يبتدي يشعر بالخطر او لازم ينتبه في اي سن او في اي عمر عند الطفل؟ هو فعلا احنا لازم يكون عندنا زي مقياس كده مرجعي، مش معناها انه ده قانون، ولكن بنقيس عليه. المفروض ان الطفل بيمشي ما بين المتوسط، بيمشي ما بين السنه الى سنه وثلاث شهور. الطفل المفروض بيبدا يقول اول كلمه ما بين السنه الى سنه ونص او سنتين، يعرف يقول بابا ماما مام باي، ولكن تبقى موظفه، مش ان هو بيقول باب باب با وخلاص يبقى كده بيتكلم. يعني قصدي حتى لو قال بابا بس على سن السنتين نكون يعني وصلنا لراوند ال 15 كلمه، يبقى احنا كده ماشيين في السن الطبيعي. بعد كده نقدر نتكلم بعد سنتين جمله من كلمتين، عايز باي، اكل مام، الكلام ده كله. ولكن لو هفكر هو لسه سنه وثلاث شهور، فاحنا يا دوب لسه في الاول في اول
الغريب. رقم واحد لازم نبدأ نتأكد أن الطفل ده الحديد والكالسيوم والفيتامين دي عنده كويس. رقم اتنين نتأكد من إسراء أنها مش طول النهار فرحانة بيه ومبسوطة بيه فشايلاه، فهي مش مدياله فرصة حتى أنه يزحف على الأرض أو يمشي أو الكلام ده كله، هي مش مدياله فرصة قوي عضلاته. نتأكد من السمع كمان لأن ده اللي هيخليه يتكلم، السمع كويس ولا لأ. لو السمع كويس هيبدأ يتكلم، هي بس كانت القصة أنه هو لسه مش بيزحف حتى أو بيمشي ولا أي حاجة. فهو يعني كأنه هنتأكد الأول من الجزء الحركي قبل ما نتكلم النمو. ولكن النقطة المهمة قوي على سن السنة أنه أي أم طفلها لازم يكون أما تناديه يبص عليها. دي يعني هو فاهم اسمه، فاهم ان مامته بتنادي، ده لوحده معناها انه التفاعل حتى لو الكلام متأخر. مهم ان يكون بس مدرك معانا فهمنا. طيب النصايح عامة من بداية، احنا بنفكر لسه ان احنا يكون عندنا اولاد، طبعا كل شيء بيد ربنا سبحانه وتعالى وده رزق ونصيب، لكن اعتقد انه بداية ما الست تبتدي تفكر في الحمل او تحط مشروع الحمل، اعتقد ان في حاجات المفروض تعملها علشان الجنين ده يطلع صحيح ذهنيا وبدنيا. فايه نصايحك ليها من اول المرحلة دي لحد ما تبتدي تعمل اختبارات كده عشوائية كل فترة علشان تقدر تكتشف بيها اذا كان في اي مشكلة في التعلم او في الذكاء العام؟ يعني لو نصائح عامة من الأول خالص، رقم واحد حسن اختيار الشريك. رقم مش هنتجوز وبعدين نقعد نتخانق وبعدين قبل ما يلحقوا يجيبوا بيبي يكونوا صحيح. بعد الشر بيطلقوا، دي اهم حاجه الاختيار. فده نقطه مهمه جدا ان نركز في الاختيار، نركز في التفاهم بينهم بين بعض. اثناء الحمل الام مطلوب انها تبقى مركزه قوي في صحتها اولا واخيرا، مش عشان مثلا لا اصل جوزها لازم سهران بالليل فلازم تقعد هنا. احنا عندنا اولويه ومسؤوليه للطفل في تغذيته. هيزعلوا مننا رجاله، اولويه للطفل برضو، عندنا طفل كبير بس ابنهم ابنهم برضو. يعني قصدي في الاول وفي الاخر دي الشركه اللي احنا بنعملها، مش ممكن انه شريك يوقع الشركه نفسها. فاحنا عشان كده لازم هنرتب ان الام صحتها مهمة جدا، متابعة الحمل بدقة مظبوط مهم جدا، راحتها النفسية ومفيش خلافات ومشاحنات والقصة دي مهمة جدا. مجرد ما الطفل بيتولد محتاج بقى، يعني دايما بنتكلم انه الأطفال محتاجين caregivers they can trust. الطفل محتاج حد يثق فيه، يثق فيه بمعنى انه اما اكون محتاجه اغير مامتي مركزه معايا، اما اكون جعان مامتي مركزه معايا، اما اكون صاحي في وسط الليل ما ورايش حاجه خالص بس عايز العب مامتي مركزه معايا. عشان ده اول حاجه بتدي احساس بالامان للطفل ده، حاسس ان هو بيتكلم في التليفون وحاطه له بيبرونش او الحاجات دي. يعني دي بقت مشكله وللامانه يمكن بقينا بنشوفها قوي في الاطفال اللي فوق السبع سنين. صحيح. اما بنبقى بنسال لدرجه بقت بتتسمى داد ماذر سيندروم، كان الام الميته من كثره ما الاولاد بيرسموا مامي على الموبايل او مامي جوه في المطبخ او مامي كذا وانا لوحدي. الاشباع العاطفي ما بين الام وابنها بقى قليل. احنا مش عارفين نشكرك ازاي دكتور منى الشيخ الحقيقه، وهتجينا تاني ان شاء الله ونكمل في حاجات يعني اثر الخلافات الزوجيه اللي ما بنبطلش نتكلم فيها واثرها على ذكاء اطفالنا ونموهم ان شاء الله يا دكتور منى باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا نورتينا يا دكتوره منى، طب النفسي بجامعه عين شمس. نورتينا دكتوره خطوه عزيزه. ميرسي فنسي خطوه عزيزه. خطوتي ان هي كنتي معانا النهارده واتفضلي معانا عندنا مطبخ شيف محمود عامل كشري جميل بينمي الذكاء برده الكشري دي. خلينا نطلع فاصل ونشوف مربط بقى الشيف محمود وكشري المصري الجميل. حلوه المزيكا دي. اهلا بيكم من جديد ومطبخنا مطبخ الستات. شيف محمود ازيك الاول؟ اهلا اهلا. هتعمل لنا كشري اصفر، مش انا كنت فاكره ان هو كشري العادي. بسلم عليكي طبعا وبسلم على ايمان الجميله وعلى مها وبسلم على كل الحبايب. راجع الاسامي ما تغلطش في اسامينا. انا مصرح لي اغلط في اساميهم وهم الاربعه براحتي. انت تعمل اللي انت عايزه يا شيف محمود. وقلنا كمان ده الكشري وهنعمل مربط جزر. واسلم بقى على كل حبايبنا بيتفرجوا علينا في برنامجنا ستات ما عرفوش يكذبوا فكره المطبخ. والماتش كام متوقع؟ انا عايز مين يكسب. هقول دلوقتي عايز مين يكسب. عايز المنتخب الارجنتيني هو اللي يكسب. اوكي يكسب المنتخب الفرنسي. اتمنى مش مهم اي نتيجه المهم يكسبوا. طيب هقول ليه برضو
طبعا عامل الكشري الاصفر، الكشري الاصفر هو نص سويسي ونص اسكندراني. لما بقول هعمل كشري اسكندراني السويسه بيزعلوا مني، ولما بقول هعمل كشري سويسي الاسكندراني بيزعلوا مني. بس في فرق هو بين مصري في الاخر، مصري عظيم، هو مصري مصري، بس في فرق ما بين طريقه التقديم الاسكندراني او طريقه الطبخ هي هي، بس السويسي بيكون فاكك شويه، الاسكندراني بيكون ماسك نفسه. النهارده شيف يعني الكشري محمودي بطريقه شيف محمود. ايوه لا، لان انا غيرت في مقادير الرز الحقيقه، غيرت في طريقه الرز عشان يبقى مفلفل وحلو. استخدمت نص الكميه رز مصري ونص الكميه رز بسمتي، ومع شويه من العدس الاصفر عشان في الاخر يطلع نتيجه حلوه مفلفله. لا طبعا السؤال اللي هيجي في ذهن اي ست دلوقتي، هما الرزين هياخدوا نفس السوا؟ لان انا ناقع رز. طب وليه ليه رزين؟ بسيط. لا لا ليه رزين يا شيف محمود؟ ليه بسمتي و عشان انا لما جربت الموضوع ده قبل كده جربته في وصفه المنسف الاردني عشان يمسك الحقيقه، عشان يعني النشا اللي في المصري. جربته في وصفه المنسف؟ لا جربته في ان المصري لما بيبرد بيكلكع ويعجن. فانا لما الكشري الاصفر لما بنعمله بالرز المصري بس مع العدس وبيبرد بيكلكع، حتى السوايس بياكلوه سخن فيقولوا عليه كشري سايح. طبعا ببعت سلام لحلاوته سخن وسائع وكل حاجه. طبعا تحياتنا ليهم طبعا. السوايس بس وجود الرز البسمتي، شويه الرز البسمتي مع الرز المصري بيخلوا الموضوع فاكك، ما بيبقاش مكلكع. عشان انا بعمله بسمتي بس. بدلول عندك النهارده يعني يا شيف محمود؟ العدس اصفر والجزر اصفر، انا حاسه ان الكاونتر كله اصفر. مدلول لا خالص، ولا كله طبيعي، اكل كله برتقاني النهارده. أيوة في حاجه معينه. صح، والجزر. الارجنتين جابت جون. شفت مين اللي حط؟ قول لنا مين اللي حط الجون بس. شفتوا محمود كان عارف النتيجه شكله كده. ضرب الجزاء، هم بيقولوا لي ضرب الجزاء وميسي. هو انا هو ده السبب اللي انا بشجع عشان وشك حلو اهو على الارجنتين يا شيف. مبروك، يلا نعمل كشري ارجنتيني جبار دلوقتي. طيب انا كمان مربى الجزر مع المزيكا الحلوه دي. اقول سريعا مربة الجزر ليها مقادير مظبوطه عشان تطلع حلوه. فالنهارده احنا عاملين المقادير المظبوطه دي وبسيطه جدا. خلاص، هي القصه مش سكر على جزر ففي الاخر يبقى مربى، لا هي مقادير مظبوطه هنشرحها مع بعض واحده واحده. بس خلينا نقول مقادير الوصفه الاولى. يلا 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 بينا. يلا هقول مقادير الكشري الاصفر. هنقول اسكندراني سويسي بقى. ماشي. كيلو رز ابيض، نص بسمتي ونص ابيض مصري عادي، يعني او تلت وتلت، وبحتاج له من نص كيلو لكيلو الا ربع عدس اصفر، وبصلايه كبيره تكون مفرومه ناعم، واربع معالق زيت، ومعلقه كبيره كمون، و 2 كوبايه من عصير الطماطم، مع معلقه ثوم مفروم، ومعلقه شطه، ورشة حبهان مطحون. وابعت سلام لزوجة محمد محرم صديقي العزيز السويسي، لان ليها اضافه هي اللي اضافتها، هي اللي هي ليها اضافه في لمسه الحبهان دي، ولمسه الحبهان المطحون بتدي طعم حلو. بنحييها وبنحيي السويس كلهم. معلقتين من عصير الليمون وملح وفلفل والبيض المسلوق المدحرج مع قرن فلفل حامي. خلوا بالكم من حاجه، انا الصلصه النهارده انا بعملها على مزاجي. في صلصه هي ما بتقدمش معاها صلصه، بس انا بقدم صلصه. لا في ناس بتعملها بس انا بس مش في ده، في الاسكندراني مش في ده. بس انا بعملها بالثوم، هوريكم بقى بالثوم والفلفل الحامي. يبقى له الصلصه بتاعته دي العاديه الحمراء دي. ده بقى ليه صلصه خاصه انا بحبها بالليمون والثوم والفلفل الحامي. حلو قوي. فانا هعملها لكم دلوقتي. بصي بقى واحده واحده. اول حاجه بنعمل ايه؟ بنحط هنا معلقتين زيت. يعني انت خلطت ما بين الصلصه والدقه ومعلقه زيت. الله ينور عليكي. وامبارح عمل على شويه العدس دول اللي مها عملت له طشه دي بالكزبره الناشفه. الناس امبارح قالوا على الطشه قالوا كلام ايه، واحنا دقنا كمان كانت روعه روعه. الطشه بتاعتي كان ليها لمسه والله امبارح. طبعا اللمسه والعيش. نفسك يا مها في المطبخ، يا نهار ابيض. احساسي وحبي وشغفي. معلش انا بعتذر عن صوتي، صوتي منتهي. مش عارفه بطلي تغني يا مها في البيت، بطلي تغني. انا ما بغنيش خالص. او تزعقي في الولاد. نفسي كنت اعرف اغني. نفسي والله. انت ما بتعرفيش تزعقي اساسا صح؟ خالص. نفس النادي بالظبط. طب لو انت بتحبي تغني هتغني اغنيه ايه؟ اول اغنيه تفكري تغنيها. عبد الحليم حافظ. اي حاجه لعبد الحليم انا لك على طول. بلاش عتاب. الله الله على الحاجات الحلوه. علي اسماعيل. الله الحان علي كمال الطويل.
وعلي اسماعيل توزيع. توزيع يا سلام. يا شيخ محمود لبس اساعدك والله علينا العوض في اللبس. انا جاي لك اهو. طب ارجعي خطوه ورا. علينا العوض في اللبس. بصي بصي هنا الثوم الثوم مع قرن الفلفل الحامي اول ما ابتدى ياخد لون ذهبي خفيف انا بقلب من بعيد عشان ما اجرحش الحله دي جرانيت ودي بصله ودي بصله مع قرن فلفل هوريكي بقى للكشري بس خلينا هنا الثوم مع قرن الفلفل الحامي بصي المزاج اللي بيعمله ده احنا بنعمله أوي. من غير اول ما ياخد اللون الحلو ده تقومي حاطه الصلصه عصير الطماطم وتقومي حاطه شويه من الشطه ايوه وشويه ملح و بصراحه بعمله كله رز وبسمتي ولمسه فلفل اسود براحتك عشان ما يبقاش فيه نشا وشويه من الكمون بس حلاوه المصري وعصير الليمون تاني بقى. الخليط بتاع الصلصه ثوم معلقه زيت قرن فلفل حامي اتشوحوا خدوا اللون الذهبي الحلو هنا الصلصه من غير بصل ثوم وفلفل حامي اتشوح حطينا عليهم عصير الطماطم رشه كمون وشطه وملح وفلفل اسود وشويه من عصير الليمون أوكي. هنسيب الكلام الجميل ده يتسبك تسبيكه حلوه احنا بننسى الليمون ده خالص حلو جدا انا بحط الليمون على معظم الاكل يا شيف احمد تخيل بقى برافو عليك يعني دايما اي لان انت عندك اصول لبنانيه وهم الحامض ايوه على الصفرة الليمون بيتحول مع الاكل يخلي الحامض في جسمك قليل والكلاين اكتر القلوي أيوة. اكتر وكمان لو الاكل فيه حديد بيساعد جدا بيساعد على الامتصاص برافو معلومه مهمه جدا الناس بتنساها لدرجه انا بقيت احط الليمون على الملوخيه يمكن تستغربوها بس الدكاتره قالوا كده عشان نستفيد بالحديد اللي فيها برافو عليك انا بحطه على الصلصه كده يعني على الصلصه مثلا مع باستا حط الحامض في كل حاجه مع حتى اللي هي الباستا بومودورو دي اللي هي حبهان بس ليمون حبهان مطحون وملح انا جبته مطحون عشان ما يطلعليش في اي شوربه مش بعملها كده ورشه كمون برافو عليكي والله بعد نحط دول لا الميه لا وبعدين قولوا لنا بصوت عالي كنتوا بتقولوا ايه بتقولوا حاجات مهمه مها كانت بتوصف حاجه تحطي حامض على ايه بقول لها بحط عارف يا شريف محمود كمان على الباستا حتى على الباستا مثلا صوص بومودورو وطماطم عادي بقوم حاطه على الليمون برده انا كنت بعتبر ان هو ده بيبوظ الاكل بس لقيته انه لذيذ ده مزاج كنت استغرب يعني ابني اول ما يمسك الطبق يروح حاطط ليمون حاجه مزاج طلع طعمه حلو فعلا صح بس في حاجات ما ينفعش تحط عليها ليمون ادحرج البيض متهيألي كده يعني كل شوربة السيفود مثلا ما يتحطش عليها دحرج لا كفاية كده اتدحرجي هنا طيب انا هشرح لكم انا عملت ايه هنا كل اللي عملته ان انا شوحت البصل مع قرن فلفل حامي مع معلقتين زيت اللي حابه تحط معلقه سمنه شغال بس هي طبخه المفروض ان هي تبقى نباتيه 100% البيض ده برضو من الحاجات اللي بتخليه الطبق غني بعد ما شوحت البصلايه مع قرن الفلفل الحامي حطيت معلقه حبهان مطحون شويه ملح وشويه كمون والميه اول ما تبدا تغلي بالشكل ده نحط الرز المغسول المصري على شويه البسمتي طب السوى مختلف يا محمود لا انا ناقع نقعت البسمتي شويه البسمتي شويه اوكي الميه العدس الاصفر بتاعنا اتمنى ان يكون قد كميه الرز او اقل بس هسالك النسبه قد ايه قد كميه الرز الاثنين او اقل حاجه بسيطه خلاص خليه قد وانا بزوده كمان اقل يعني اقل حاجه بسيطه قوي وبعدين نسيب الكلام الجميل ده يستوي على نار هاديه ونبص على الصلصه وريحه الصلصه ما حصلتش الحلوه اللي انا هفكركم بيها ايه هي قرن شطه وصلصه وقرن شطه وصلصه وصلصه طماطم وكمون وليمون 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 ها ايه حبه هنا وانتي مفيش حاجه بالمعلقه ده انا بحفظ اهو وشطه وملح وفلفل شطه وملح وفلفل خلاص وبعدين احنا هنا بنحمر البيض بص انت بتدحرج البيض بقى في سمنه انا بدحرج التماسي على سمنه ولا زيت كده انا حطيت معلقه زيت اوكي خلاص بس ممكن يبقى سمنه بس ده اساسي في الاكله دي يا شيف محمود احلى واحلى المدحرج ده هو جزء اصيل من الاكله بالزبط. والله يعني في بيوت بيقدموه بالبيض المسلوق في بيوت لا بس انا احب ان البيضه المسلوقه المحمره دي جنب الرز الكشري الاصفر تبقى حلوه قوي وتكمل الغذاء يعني الاحلى والاحلى حبه الصلصه دول طبعا انتوا هتدوقوا الاحلى ايه حبه الصلصه الله شويه الصلصه بتوعنا يلا بقى دوقنا يا محمود بقى جوعتني نعمل كده ونعمل كده تعالوا اوريكم بقى ايه حاجه حلوه حاجه حلوه في الحله دي هي
الرز بعد ما قعد وشقشق على النار لمدة تتراوح من 10 دقائق ل 15 دقيقة اهو بيغلي غلوة بسيطة، ونقلبه تقليبة حلوة ونسيبه يكمل سواه ونطفي على البيض اللي متدحرج، ونبدأ نلم دول عشان نروح نتكلم عن مربة الايه؟ مربة الجزر. الجزر العظيم. طب ليه اخترت جزر النهاردة؟ لأنه مال السوق يعني. هو مال السوق. أنا بقالي كتير ما عملتش مربات، وأرخص حاجة وجميلة وكله فوايد ولونه مبهج مع حفلة الأصفر اللي احنا كنا عاملينها النهاردة. مهم قوي. لا والله أقول لك النهاردة الطابع أصفر قوي قوي. وحاطط قرنفل في ال... انت قلت بقى. على الحاجات انا لا لسه هقول مقادير اهو. فتشت السر دلوقتي عادي. ما قولي. انا دقت معلقه المربى حسيت بالقرنفل فيها، وده مهم قوي للالام اللي في اللثه والسنان والحاجات دي. هو ما بقاش مؤثر يعني. هو ما بقاش مؤثر قوي. لا المقادير نزلت على الشاشه. نشيل البيض ده من على النار خلاص؟ لا خلينا طفيت النار عليه. طفيت. كيلو جزر مبشور، كيلو جزر مبشور مع عصير ليمونتين وبشر قشر الليمونتين اللي احنا ايه اللي احنا هنعصرها، وبرضو عصير البرتقانة مع بشر قشر الايه البرتقانة. بنبشر القشر بتاعه واريكوا ازاي. وبنحتاج كيلو الا ربع سكر. حل. لكل كيلو جزر مبشور كيلو الا ربع سكر، وعود قرفة خشب، ونص معلقة صغيرة من نص معلقة لمعلقة صغيرة ملح، وثلاث اربع حبات من القرنفل السليم. وربع كوباية من الزبيب في الاخر خالص. يلا بينا. مربى رائعة. طيب عشان تعملوا مربى جزر ناجحة، السؤال اللي هيجي لي: ما فيهاش مية؟ لا ما فيهاش مية. فيهاش عصير؟ لا ما فيهاش عصير. طيب هي فيها ايه؟ فيها مية الجزر. مية الجزر دي هتيجي منين؟ بتيجي من مرحلة مهمة جدا، هي ان احنا ناخد كيلو الجزر المبشور ونحط عليه كمية السكر بتاعتنا اللي هي كيلو الا ربع سكر، وينزل العسل بتاعه. ادي المعلقة وادي البوله. نحط الجزر كيلو الجزر المبشور. زمان ما كناش بنشتريها، كنا بنعملها في البيت كلنا يعني. امهاتنا كانت بتعمل حاجات. انا اشهر حاجه مامي التمر وال والنارنج. والنارنج برافو يا ماما. بتعملوا ايه بقى؟ بتحطوا الجزر على السكر وتقلبوا كده، وانتم مجرد ان انتوا الشويه دول قد ايه بقى يا ايمان؟ قد ايه؟ ساعة كاملة من غير كاملة. نار ولا حاجة. من غير نار ساعة ساعة كاملة كده. مجرد ان انت قلبتي السكر الكيلو اللي ربع سكر مع كيلو الجزر المبشور لمدة ساعة كاملة، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل العظمة في البولة دي. انا فاكرك هتحطوا الاول على النار. بيحصل ايه؟ بعد ما قلبناهم كده بنسيب دول مركونين على جنب. اللي بيحصل ان مية زي ما بترش رشة سكر على الرمان او رشه سكر على الفراوله وبتسيبوه في الثلاجه، ده نفس اللي بيحصل زي ما عملت لنا القرع من كام يوم مثلا. صح نفس الطريقه. لا بس مش لا ما حاطين على القرع اتقلب على النار عشان ياخد الجوز بتاعه. بتكلم على البارد. لكن ده مش هيتحط. لا دي على البارد. لا مش هيتحط يا ايمان، هيتحط على النار بس هو بيتركن في السكر لمده ساعه. ساعه خلاص. لما يتركن لمده ساعه بيطلع معانا مية. بصوا بقى مية الجزر. ياما في جزر في الدرج ما بنعملش بيه حاجه، جمعوه اعملوا بيه مربى. بتاخدي بقى يعني الخليط ده نستفيد من شوفي ازاي حاجة. شوفي ازاي الجزر دبل وبقى جميل. تاخدي الخليط ده وتيجي على النار في الحله الجميله دي. انت بشرها بشره تخينه مش كده يا محمود؟ على المبشره الناحيه الواسعه. على المبشره الناحيه الواسعه. وتحطي خليط الجزر اللي هو عباره عن كيلو من الجزر مع 3 4 كيلو من السكر، اللي تنقعوا على جنب لمده ساعه. بعد ساعة بنحطهم على النار، نحط معاهم عصير البرتقانة. هو يستحمل لو حد عنده جزر هيبوظ وبشره وشاله في الفريزر؟ وعصير الليمونة ينفع مفتوح؟ ينفع بالسكر. بالسكر بتاعه. طب ما تعمليه مربى على طول. صح طبعا، بس يعني عشان بتقول يعني تركن ساعة وبتاع وست ما عندهاش ساعة فوق. دي مفيش وقت. المهم ما نسيبش الحاجة تبوظ يعني. مجرد انت بشرتي الجزر وحطيتي عليه السكر واعملي اي حاجه. الفكره حلوه يعني. انت نص ساعه بس. الفكره ان هو يجيب الميه بتاعته. بنحط على النار كيلو الجزر مع 3 4 كيلو سكر، عصير البرتقانه وعصير الليمونتين، وادي قشر البرتقانه وادي قشر الليمونتين المبشورين، كم حبه قرنفل مع 3 4 عود قرفه واحد مع 3 4 حبات من القرنفل والمعلقه الصغيره سخنه النهارده والمعلقه الصغيره الملح. بتسيبي الخليط الحلو ده ملح
الجون الثاني طيب للارجنتين يعني قلت انا قلت اثنين انا قلت الارجنتين هيجيبوا جونين صح؟ يعني بها حضرتك بها تكسب بصراحه يعني. طيب انا يعني هيفضل مربوط في اذهاننا يعني مربط الجزر مرتبطه بالفوز بالفوز على الارجنتين فقالوا بقى اعملوا جزر كل مره تحبوا طيب يبقى احنا حطينا قشر الليمون وبشر الليمون عود القرفه الخشب عود القرفه الخشب ليه عود قرفه خشب عشان في الاخر لو حطينا معلقه بودره خلوا بالكم من الموضوع ده هتبقى مربط قرفه مش هتبقى مربط جزر عود القرفه بيدي ريحه خفيفه جدا 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 وفي الاخر بنشيل عود القرفه ده وبنخليه على جنب ادي عود القرفه بتاعنا شايفين مربط الجزر شكلها هنا بقى عامل ازاي بقت متماسكه وبقت جميله وادي عود القرفه هنا على جنب طبعا بتقعد قد ايه وقت على النار وده سؤال مهم قوي سؤال مهم اللي جاي. جدا بتقعد على النار بالظبط حوالي من 45 دقيقه لساعه على نار هاديه لحد ما الميه دي بصي المعلقه تقل خالص تقصر اسمعي الصوت ده سمعتي الصوت زي الشربات خلاص اول ما تمسكي تطلعي شويه من الصوص بالمعلقه وتعملي كده وما تسمعيش صوت ما تسمعيش صوت يبقى هي تقلت وبقت القوام المناسب دي حاجه والحاجه الثانيه ان انت اول ما تمسكي دي وتعملي كده وما يبقاش نقط ما تجيبش نقط كده ما تقعدش تنقط يبقى خط نازل زي الخط خفيف خالص يبقى برضو عقدت وبقت حلوه على جنب اللي هو الشربات طب حفظها بقى يا محمود لو احنا هنحطها في برطمانات ولا حاجه ادي البرطمان ادي شكل البرطمان لازم يكون بيتقفل كويس ادي شكل البرطمان كده تقعد بره الثلاجه عادي تقعد بره الثلاجه لو متغطيه وما تتعرضش لاضاءه ما تتعرضش لشمس مش لازم مش جنب شباك المطبخ ولا جنب دولاب مش لازم اول مره تفتحها بعد كده تتقفل تتحط في الثلاجه على طول ده أحسن. بالنسبه اللي فيها مواد حافظه اما بالنسبه لدي تقدري انت لو انت حطاها في علبه محكمه الغلق مقفوله كويس تقدري تخليها في مكان بارد بره وبتستخدمي منها كل يوم اهم حاجه ما تستخدميش معلقه سخنه او معلقه تدوقي منها وترجعيها تاني دي حاجه مهمه قوي حاجه من الادب ان احنا ما ندقش من المين ديش والمعلقه ونحط المعلقه تاني طيب بعد ما تتعقد الزبيب وقته فين الزبيب وقته بيكون بعد ما تبرد بنحط ربع كوبايه الزبيب بتاعتنا وريحه الكشري ربع كوبايه الزبيب ونسيبها يا ماما دي سخنه على مهلك انا جاي اصل ريحه يعني لا انا جاي لك المنظر لا 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 تسلمي الله عليك مش قادره استنى بص المنظر والفلفل والبصل انا ما بحطش بصل خالص في الكشري كنا بنعمله بقى الله يعني ضايع بنعمله كشري الزبيب اداها بعد مختلف يعني ممكن ناس ما تحطش زبيب بس انا طالما في زبيب وفي قرفه وقرنفل انا كده تمام انت حبيبك الزبيب الرز اللي انا هقدمه وهنيدي كل هنيدي ما بيحبش الزبيب لا بيقول لك الزبيب بيحبه في كل حاجه ما بيحبوش لا ما بيحبوش ما تحطش زبيب بعد كده عشان هنيدي ما يزعلش وادي شكل الحلو بس اليوم اللي فيه ايمان بيدلعك ويوم ما تيجي هبه يعمل بسبوسه مش فاهمه أيوة. طب وانا بيعمل لي ايه وانا رحت فين انا ومها بتعمل لها ايه بصوتي ايه الطبق المخصوص اللي تعمله لمها واللي تعمله لي الطبق المخصوص اللي انت تختاريه بس انا بعمل انا عايزه فول بالمعمول له بقى تقليه معينه خاصه جدا وصلصه احلى اكله حلوه ايه رايك يا محمود انا موافق ما هعمل لك ايه يا شيف محمود لما تكون انت يعني بيدلعك باستا باستا عايزين باستا بالظبط حلوه باستا أنا بس بصوص يعني مش بصوص ابيض صوص. لا بصوص ريد صوص بصوص طماطم او بالبيستو انا بعمل يعني انا بيستو بيستو اللي هو ريحان وثوم وزيت زيتون واسمه ايه صنوبر وبارميجان وجبنه خلاص مش يوم تكوني موجوده فيه اعمل لها الباستا البيستو ريحان والحاجات من عناية اعمل لك لو انتوا كمان هتستفيدوا جدا 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 من الوصفات دي وعايز اقول لكم ان المذيعات الجمال بيتابعوا الرسائل على الصفحه طبعا وبيجيبوا الافكار كمان من الرسائل بتاعه الصفحه وبيطلبوا الحاجات اللي انتوا بتحبوها في المقام الاول وراجع صفحه محمود كمان غير السي بي سي كمان فبصوا بقى شكل البيض الجميل ازاي بعد ما اتدحرج وبقى حلو نرص البيض بالشكل ده وعايزكم تشموا ريحه الصلصه انا عندي هنا شويه كمان فينك يا هبه زمانها بتقول يا ريتني دلوقتي هبه
هبه بتزعل بقى بتيجي تقول لي ما شلتونيش مناب، المناب بتاعي فين؟ ناخد شويه من الصلصه الجميله، هفكركم بالصلصه بتاعتنا الحراقه دي بقى قوي صح؟ مش هتشطه وجميله. هو ايه مكوناتها؟ الالوان مكوناتها هفكركم سريعا. انا هقول لك سريعا بالتدريج. معلقه زيت، بتحطي فصين ثوم مفرومين مع قرن فلفل حامي، وبعد قرن الفلفل الحامي الجميل تحطي شويه كمون وشويه شطه وشويه ملح وفلفل وعصير ليمونه مع الكوبايه بتاعه العصير. وادي شكل المربى بعد ما طلعت الله. وازاي الصوص بتاعها حلو. وادي شكل البرطمان كمان الجميل. الفكره ان الاكل النهارده كله خضار، يعني باستثناء شويه البيض المدحرجين دول بس، بشويه الجزر عملت برد. شويه مربى حلوه بشويه العدس والرز مع شويه الطماطم مع شويه صلصه حلوين. تفاصيل صغيره جدا. تسلم ايدك يا محمود والله، تسلم ايدك. ده احنا عايزين هي هنا الفكره انه فلفل زي ما انت وفكرنا بالكشري. انت حاطط بصل، حطيت بصلايه، حطيت بصل مع فلفل حامي الله عليكي، وبعدين رشه الحبهان بتاعت مرات صديقنا محمد محرم في السويس حبايبنا، وشويه ملح وشويه فلفل وشويه كمون صغيرين، وحطينا الميه غليت كويس الله. حطينا الرز والعدس نفس الكميه، وممكن العدس يقل شويه وسيبناه بقى، بس ما ننساش موضوع الملح عشان الطعم يبقى حلو. طب انا عايزه اقليه عشان يبقى فيه مصداقيه. انا هقلب بقى البصل والفلفل الاخضر عمال الحامي يطلع فين طبعي. يا ترى الحامي ده كتير ولا قليل؟ ربنا يستر. بس انا بقى مش عايزه صلصه عشان هي مشطشطه. مشطشطه قوي؟ لا مش هقدر انا. خد شويه كده. فاكر يا شيف محمود الحلقه اللي احنا عملناها لما انا سالتك لو هتقدم لكل مذيعه اكله شبهها؟ لا ما مش عايزه صلصه. فاكر يا شيف محمود؟ صغيره كده. فاكر. لازم يجرش الطبق. وقلنا منى كان كلوب ساندوتش صحي بتركي خاص بده. مأثر فيك انت الموضوع ده قوي. مأثر فيك انت في افوكادو. انا ايه؟ وانا عايزين بقى مها. ما قلتش لبقى هو هو شبهني انا بطبق كشري في الاخر بعد معاناه معاه عشان يقول قال لي طبق كشري، فانا مرضيه ومبسوطه. انا مها بقى تشبهها بايه يا محمود؟ مها يعني مها انا بصوا انتوا كلكم بالنسبه لي حاجات حلوه وحاجات جميله، في الاخر اكله شبه مها يعني طبق مكرونه لطيف كده، طبق مكرونه سباجيتي حلو كده بصوص البيستو، يعني في الاخر انا بقول حاجات مها دي الكريزه بتاعت برنامجنا. شبهها بفاكهه، كل واحده فيكم بنوع فاكهه هي الكريزه بتاعتها. طبعا الكريزه الجميله كده. تعالي بقى هاتي معلقه ويلا عايزك تدوقي. بس قليل قوي. لا بلاش صلصه كتير بليز. صغيره لا ده كده كتير قوي. خلاص نعمل طبق تاني. لا والله ابدا. خلاص بقى عمري ما ردك ابدا. خلاص حتى نعمل لو هتخن طبق تاني معانا وقت. تعالي بقى احنا لازم يصح كتفك مثلا مره في حياتها. ايه؟ هذه السيده مالها؟ الانسانه يجب ان تذوق من هذا ال هي بتذوق الحاجات لما الدكتوره بتصرح لها. انا علشان ماشيه على نظام الصيام المتقطع ده عباره عن صيام 16 ساعه. بقالك كتير يا ايمان اهو انا باكل اللي نفسي فيه كل 16 ساعه. بقالك 16 سنه عامله نظام متقطع. 16 سنه. تسلم ايدك يا محمود ونشوفك بكره على خير ان شاء الله. والوقت طبعا خلص. بنشكرك ونشوفك على خير بكره. شكرا يا بنات ايمان ومها ونشوف اللي معانا هبه ان شاء الله من بكره. اشوفكم على خير ان شاء الله.